الخير يا دكاترة، أحب أقول نفسي أنا دكتور مينا سعد، بريدونتست في مركز أبحاث طب الأسنان بإسكندرية، وممبر أوف ذا انترناشونال أكاديمي أوف بريدونتولوجي، وممبر أوف ذا ايجيبشن أكاديمي أوف بريدونتولوجي، وفاوندر لحاجة اسمها واتس بيريو ميشن. يمكن دي ميشن ابتديناها من حوالي 7 سنين بالضبط كده، اللي هي الهدف بتاعها ان احنا نفوكس على البيريو كسبيشاليتي ونشوف ايه هي مدى اهميته وسط باقي السبيشاليتيز. هل هو سبيشاليتي بس يقتصر على اللي هو جاست ان احنا نعمل سكيلينج او كريتاج وهو ده وبولشنج وهو ده كل ما في الامر عن البيريو، ولا المفروض ان فكرتنا عن البيريو تبقى اعمق من كده بكتير؟ ويمكن النهارده الموضوع بتاعنا هو بيرسخ في اهميه البيريو كسبيشاليتي، از ان هو اكي سبيشاليتي عامل انتر اكشن مع كذا سبيشاليتي انا بشتغله في العياده بتاعتي. واحنا طبعا هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، وهو البيريو اورثو انتر ريليشن شيبس. اولا قبل ما ابدا في المحاضره، انا حابب اشكر بيرفكت بريسز اكاديمي على دعوتهم على المحاضره دي ان شاء الله، وباذن الله اتمنى ان انتم تستفيدوا من المحاضره. اتمنى بس من حضراتكم لو في اي مايك مفتوح يا ريت اللي هو نقفله. لو في اي اسئله حضراتكم تتكرموا بس ان الاسئله نخليها في نهايه المحاضره. نحن في نهايه المحاضره انا هسمع كل الأسئلة ممكن من خلال الشات، نحن نكتب السؤال وأنا هرد عليه في نهاية المحاضرة إن شاء الله. أتمنى بس إن الصوت يبقى باين برضو، لو في أي حاجة في الصوت يا ريت حضراتكم تبعتوه. يمكن البيريو سبيشاليتي هو الفكرة اللي هو الصحيحة، اللي هو كي سبيشاليتي يعني انتر اكتيف سبيشاليتي، داخل وكل حاجه انا بشتغلها في العياده. انا لو بشتغل فيكسد هلاقي في انتر اكشن بين البيريو والفيكسد، انا بشتغل ريستو ريستوراتيف فانا هلاقي برضو انتر اكشن يعني الفيكسد من خلال اللي هو موضوع السيرجيكال كراون لينسنينج والفانكشنال كراون لينسنينج اللي انا بحتاجه لو انا بعمل ديب سب جينجيفال بريباريشن، فاحيانا احتاج سيرجيكال كراون لينسنينج. في الريستوراتيف لما بتعامل مع الديب سب جينجيفال كيرز فانا بحتاج بعمل حاجه اسمها سيكشنال كراون لينسنينج. بيريو اندو طبعا في ريليشن قويه جدا، لان احنا طبعا لو تفتكروا في الكليه كنا بندرس شابتر في الاندو بندرس في البيريو اللي هو البيريو اندو ليجنز او الاندو بيريو ليجنز، فده بيكون بنشوف الاول الاوريجن بتاع الانفكشن بتاعنا هل بدا من البي دي ال ولا بدا من اللي هو البالب تشامبر، لان اللي هو الفكره والقصه بتاعت البيريو اندو ليجنز ان هو ان في زي ويز اوف كونكشن زي ما احنا عارفين بتوين البالب تيشو وبتوين اللي هو البي دي ال ثرو اللي هي الاكسسوري كانالز اللاترال كانالز الابيكال فورمين، فكده ممكن البكتيريا تنتقل من والى يعني من البريدونتال ليجمنت للبالب او العكس، ومن هنا نشأت البيريو اندو او الاندو بيريو. في انتر اكشنز برضه مع البيدودونتكس، ان ممكن البريدونتال ديزيزز مش لازم تبدا في الادلت هود ستيج او في الادوليسنت ستيج، في حاجات بتبدا من البيشنت وهو في لسه بيعمل جاست بيحصل اربشن اصلا للبرايمري دنتيشن قبل ما يحصل اكسوفيليشن وقبل ما بيحصل اربشن للبيرمننت ديز. فممكن ان احنا لو اكتشفنا الديزيز ده في الايرلي ستيج بتاعته نقدر نكونترول عليه عشان ما نلاقيش فيه ديستراكشن في البون وهو البيشنت مثلا لا يتعدى 15 سنه. ده بالاضافه ان في سيندرومز ممكن تحصل في الاطفال من ضمنها ان ممكن يحصل ديستراكشن سيفير بريدونتال ديستراكشن. في interaction between the period between اللي هو السيرجري وده من خلال ان هو بيكون في distal pockets اللي هو بنسميه الترمينال مولر اللي هو اخر مولر عندنا سواء كان ال 8 او ال 7، فدايما بيبقى في بوكيت هنا بروبلماتيك في المنطقه دي، فبيبقى من الصعب ان انا اقدر اعالجه بالتراديشنال ويز ثرو الكريتاج وثرو اللي هو ان انا اعمل سكيننج. لا احيانا بنحتاج اديشنال سيرجيكال بروسيجر، احنا ممكن نعمل حاجه اسمها ديستال ويج انسيجن، وبالاخص ده بيحصل بعد الاكستراكشن بتاع الامباكتد 8، يعني نلاقي كومن او البوكيتس ده موجود ديستال للسكند مولر. مشكله تانيه مثلا لو انا خلعت سنه زي ال 8 تمام
وطبعا زي كان ميزيو انجلر او هوريزونتال امباكشن، فانا شلت كميه بون كتير ديستال لل 7 عشان ده كان عامل لوك، ما كنتش عارف اعمل سيكشننج لل 8 الكراون والروت عشان اقدر اخلعه، فكان طبعا لازم اشيل بون كتير ديستال لل 7، فده طبعا على اللونج ران عمل لي مشكله، خلى في ريسيشن ديستال للديستال سيرفيس بتاع الروت بتاعي، خلى في موبيليتي، وللاسف وصلت للمرحله ان هو عملت اكستراكشن. ايه هي البريكوشنز وايه هي الحاجات اللي انا اعملها في نفس وقت الاكستراكشن بحيث ان انا اتجنب المشكله دي؟ ده واحده برضو من الانتر اكشنز. بيريو باثولوجي يمكن ده انتر اكشن غريب شويه، ممكن في اسمه كده شويه غريب، لكن عشان نفسره اكتر هو ممكن نقول ان في ليجنز بتبقى في الجنجيفا بتكون لوكالايزد جنجيفا انلارجمنت، او ليها اسم ثاني يا دكاتره اللي هي اسمها رياكتيف ليجنز اوف الجنجيفا. الليجنز دي بتطلع از رياكشن لوجود لوكال فاكتورز اللي هي البلاك والكالكولس، وللاسف الليجنز دي تتدرج الخطوره بتاعتها من هي ممكن تكون بيناين ليجن، ممكن تكون بري مالجننت ليجن، وممكن توصل لمالجننت، وللاسوأ للاسف توصل للاسوأ ان هي ممكن تبقى ميتاستاتيك ليجن. فالكيرفول دايجنوزز بتاعت الليجنز دي ايرلي، كل ما كان ايرلي كل ما كان ايه افضل. فبنبقى بنتكلم بقى في ساعتها عن هاو تو دايجنوز اند هاو تو مانج. هنيجي بقى للجزء الخاص بينا وننتهي بيه وهو البيريو اورسو. طبعا في انتر اكشنز كتير ما بين البيريو والاورسو، انا كدكتور بيريو بحتاج طبعا دكتور الاورسو في سيرتن كونديشنز، والعكس الصحيح دكتور الاورسو احيانا بيحتاج دكتور البيريو برضو ان سيرتن كونديشنز ديورنج الباث واي بتاع الاورسونتيك ثيرابي. فاحنا عايزين نحاول النهارده بشكل او باخر ان احنا نكون يعني نختصر او نلخص ايه العلاقه ما بين البيريو والاورسو، امتى انا كدكتور بيريو بحتاج اورسو وامتى دكتور الاورسو بيحتاج البيريو. ده الاندكس يمكن بتاع المحاضره بتاعتنا، وهو ده التلخيص تقريبا بتاع اللي هو العلاقه بين البيريو والاورسو، ان هو احيانا بيكون في دور للاورثودونتيك ثيرابي ديورنج البريدونتال تريتمنت، وهعرف ازاي دلوقتي. احيانا ان في بريدونتال بروبلمز اصلا بتبقى موجوده مش علاجها عند دكتور البيريو، بيكون العلاج بتاعها عند دكتور الاورثو، هنشوف زي ايه وبتتعالج ازاي. في حاجات بقى بتحصل كتير واظن حضراتكم شفتوها لما بتشتغلوا، ان هو بعد ما بنخلص اورثودونتيك تريتمنت بتكون في كومبليكيشنز بتحصل بريدونتال، ويمكن يعني اكثريتها طبعا ان هو بيحصل جينجيفال ريسيشن، فاحنا عايزين نعرف سببه مثلا ممكن يجي منين اند هاو تو مانج. وهننتهي باديشنال ريكومندد بريدونتال بروسيجرز بنحتاجها او بيحتاجها دكتور الاورثو، يا اما بيفور او يا ديورنج او يا اما بيكون افتر، على حسب زي ما هو ايه شايف، بحيث ان هي ما تعملوش اي ديستربنس في الاوت على الاوت كام بتاع الاورثودونتيك ثيرابي في الاخر. تعالوا نمسك كده ايه ايتم ايتم كده ونتكلم عنه بدءا كده كانترو، اللي هو لما بيحصل بريدونتال ديزيز ويحصل بون ريزوربشن، فهو بيحصل للاسف ان بتبقى السنه بتبقى حره الحركه، ان هو ممكن يحصل سبيسنج ويحصل حاجه اسمها باثولوجيك مايجريشن، ممكن يحصل دريفتنج او ممكن يحصل ميزيال دريفتنج او للتوس، او ممكن يحصل اللي هو اوفر ايربشن او اكستروجن، فممكن الموضوع يبقى كبير لدرجه ان هو ممكن يقفل الانتر ارش ديستنس، بالاخص لو انا ما عنديش اوبوزنج والبوزنج بتاعي ميسنج، ممكن يقفل اللي هو السبيس دي، فممكن انا ما اقدرش اعمل ريستوريشن للمكان اللي هو الامبوزنج. ممكن يحصل روتيشن للسنان دي، ممكن يحصل لا كراودنج اللي هي بتكون اوفرلاب اوفر ايتش اذر، وده بقى يسهل الفود امباكشن اكتر ويحصل ديستراكشن ايه اكتر للبون، لان كده بيحصل بروجريشن اسرع للبريدونتال ديزيز. فاحيانا لما بتتحرك السنان معايا فاحتاج انا الجا لدكتور الاورس ان هو ممكن يساعدني في معايا بحيث ان انا اوصل لافضل اوتكم حفاظا على التوست. زي ايه مثلا؟ like this case، ان انا دلوقتي انا هنا عندي overlapped upper anterior زي ما حضراتكم شايفين،
فالمنطقه دي سهل قوي ان يحصل فود امباكشن، ودايما هيبقى في ريكارنت بوكيت، هنعمل كريتاج مره 22 بالوضع ده هيحصل له هيلينج، بعدها بشهر مثلا هتلاقي يرجع مره تانيه، هيفضل بيرجع ليه؟ لان السبب ما زال قائم، الكراودنج اللي تحت، فسهل قوي ان يحصل فود امباكشن في المناطق اللي هو زي هنا كده عند الفايف، او بتوين اللي هو اللاترال وبتوين الكناين، او بتوين الكناين واللاترال ده مثلا، تمام، وهيظل البوكيت برضه ريكارنت طالما احنا ايه المشكله الاساسيه. فانا بلجأ لدكتور اللي هو الاورسو، هو لو يقدر يعمل لي الاينمنت للكراودد او المال بوزيشن ديتيس، فده هيديني بروجنوزس للحاله افضل، فانا اقدر اعمل كريتاج ويجيب نتيجه كويسه، والبوكيت ده هكون عملت له كومبليت اليمينيشن بدون ما يحصل له ريكارنس. حاجه تانيه، انا خلعت مثلا اللي هو دلوقتي انا عندي في اوبن جنجيفال امبريجرز بتوين الفايف وبتوين اللي هو السيفن، يعني معنى كده ان انا خلعت السكس ومر فتره طويله على خلع السكس، فحصل زي ما حضراتكم شايفين اللي هو الميزيال تيلتنج او ميزيال دريفتنج، فهو للاسف قفل السبيس ونتج عنه ان في انجلر ديفكت بالشكل ده زي ما حضراتكم ايه شايفين. فانا الموضوع ما بقاش بوكيت وبس، لان طبعا دي سبيس كبيره في المكان ده، ففي ريكارنت بوكيت في المكان ده، ما بقاش بوكيت وبس، ده كان بوكيت وانجلر ديفكت. فانا بقى مطالب ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعالج البوكيت واعالج البوني ديفكت. انا لو حاولت ان انا انظف البوكيت بالشكل ده زي المره زي الحاله اللي فاتت، فانا هعمل كريتاج مره 2 20 30، هي برضه هيحصل له ريكارنس مره تانيه، والبوني ديفكت ده محتاج ان انا احط بون جرافت وممبرين والكلام ده كله. بس البوكت حضرتك بتقول ان هو ريكارنت، طب طالما هو البوكت لسه ستيل ريكارنت، يبقى ممكن اللي هو يبقى الانفكشن ستيل موجوده، فاي بون جرافت هحطه هنا هي ايه؟ هيفيل ومش هيحصل جنريشن للبون. انا لو عملت ابرايتنج للسيفن ده، فانا كده زي ما بيقولوا كده مثلا مصر الشهير، ضربت عصفورين بحجر واحد. يعني ايه ضربت عصفورين بحجر واحد؟ اللي هو العصفور الاولاني اللي هو مثلا ان انا قللت السبيس، فانا كده ما بقاش عندي اوبن جينجيفال امبريجرز. تاني حاجه، لو حضراتكم تشوفوا الكريست اوف ذا الفلار بون هتلاقوه شكله اتغير، بدل ما كان انجلر كان في انجلر ديفكت، فهو دلوقتي الكريست اوف ذا الفلار بون خد شكل هوريزونتال، فهتلاقوا ان الديفكت ابتدى يفكس اتسلف لوحده بدون ما انا اعمل ريجنريشن واحط بون جرافت ولا اي حاجه، تمام. طب ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا عملت ابرايتنج لل 7، فهو قفل السبيس بتاعتي. فانا لما عملت ابرايتنج حليت مشكله البوكيت، فانا دلوقتي اقدر اعمل كريتاج وانا واثق ان البوكيت ده ما يرجعش، وانا هنا مش محتاج ان انا ريجنريتيف سيرجري، مش محتاج احط بون جرافت وممبرين عشان الديفكت اساسا اوريدي ايه اتصلح معايا زي ما حضراتكم شايفين. اهو دي الصوره اللي هي فوق ودي الصوره اللي هي تحت. انذر كيس اللي هو زي ما انتم شايفين ال7 ده برضو تلتت على ال6، تمام، وزانق عليه زي ما انتم شايفين. فطبعا في دايما فود امباكشن بيحصل هنا نتيجه ان في ان ايفن مارجنال ريدجز، يعني المارجنال ريدج ده مش مع ده، في زي حفره كده ايه في النص، دايما ايه الفود امباكشن بيحصل فيها، تمام. هنا في انجلر حتى ديفكت هنا ايه بسيط، بس مش زي اللي فات، طبعا اللي فات كان اكبر لان طبعا كانت الديجري بتاعت الدريفتنج كانت ايه اكتر، تمام. فهنا نفس الكونسبت بالظبط، ان انا لو عملت ابرايتنج فانا منعت الفود امباكشن، قدرت اعمل كومبليت اراديكيشن للبوكيت، ان انا ضمنت ان هو ما يرجعش بتاعي، وبالاخص وكمان ان انا ايه صلحت برضو البوني ديفكت. فاذا دي بتبقى حاجات بسيطه وسهله انا بحتاج فيها الدكتور القرش، بس طبعا بيقفز بالبروجنوزس بتاعي بتاع الحاله طبعا، ان هي بدل ما هي بور بروجنوزس لا ده ممكن يبقى جود، واحيانا يكون اكسلنت بروجنوزس. حاله ثالثه زي اللي حضراتكم شايفينها، ان هو هنا حصل اوفر اربشن لل6 نتيجة ان البيشنت كان خالع اللي هو اللور 6 بقاله فترة طويلة، تمام، فحصل اوفر اربشن فنتج عنه ان هو ايه عمل ديكريزنج للفيرتيكال دايمنشن، قلل الانتر ارش ديستنس. فانا حتى عشان اريستور ال6 دلوقتي فانا عندي مشكلة، لان انا الفيرتيكال دايمنشن بتاعتي
قليله. تمام. وغير كده كمان ان انا عندي مشكله هنا دكاتره برضو الان ايفن مارجنال ريدج، ادي الريدج مارجنال ريدج ده هنا وادي المارجنال ريدج بتاع الفايف تحت، ففي حفره هنا برضو سهله قوي ان يحصل فود امباكشن. تمام. وفي مشكله ثالثه بقى ان ابتدى يحصل ريسيشن، فيبتدي بقى البيشنت يشتكي بقى مش من اكل بيتحرك وبس، الكلام ده كله بوكيت ريكارنت بوكيت وبس، ده احنا ابتدينا نشتكي بقى من سنسيتيفيتي نتيجه اللي هو الروت الاكسبوز. سيمبلي انا لو كدكتور اورسو قدرت اعمل انكلوجن للسكس، فانا هحل ثلاث مشاكل، ان انا هريستور الفيرتيكال دايمنشن مره ثانيه، هحل مشكله الان ايفن مارجنال ريدجز، فهيحصل مش هيحصل فود امباكشن، السبيس هتقفل، والاحلى بقى كمان ان انا رحت عملت كفرج للروت نون سيرجيكال بدون ما انا احتاج اي سيرجري معايا هنا. ده بحاجه بسيطه جدا ان انا جست بس رحت عملت انتروجن اهو. ده الشكل طبعا بعد ما ايه عملنا انتروجن، رجع طبعا الفيرتيكال دايمنشن للنورمال والسبيس قفلت، وطبعا حصل روت كفرج نون سيرجيكال زي ما حضراتكم شايفين. ده بقى الرول اوف اورثودونتيك ثيرابي ديورنج البريلونتال تريتمنت، وانا بعالج البوكيت بتاعي وانا بعالج المشكله البريو اللي عندي. تمام. طيب ايه هي بقى المشاكل البريو اللي انا ملهاش غير دكتور الاورثو هو اللي يحلها؟ يعني مثلا انا الحاله دي الدكتور هو محولها لي دي حاله دي مشكله بريو. تمام. بس انا كدكتور بيريو اقدر اقول كده بصراحه انا ما عنديش حل ليها. طب حلها فين يا دكتور؟ حلها مع دكتور الاورثو. معقوله؟ طيب زي ايه؟ زي الحاله اللي حضراتكم شايفينها دي قدامكم، ان هو بيبقى البيشنت بيجي باوبن جينجيفال امبريجنز، ودي دايما هتلاقيها كومن مع البيشنت اللي هم بيكون عندهم في شيبد انتيريورز اللي هو دايفرجنت انتيريورز. تمام. او بيبقوا اوفرلابد، احيانا بيكون اوفرلابد على بعض زي اول حاله شفناها من شويه. لو الدايفرجنت اكبر هتلاقي في جنجيفال امبريجر. طيب ما دي المشكله بتاعتك انت، دي مشكله بيريو اساسا، فدي تحلها بقى سيرجيكال. شوف انت البلاك تريانجل ده تقدر تعمل سيرجيكال بابيلاري كونستراكشن ولا ايه؟ للاسف اي سيرجيكال بابيلاري كونستراكشن هنا هيفشل وهيفيلير، لان انا ما اقدرش انزل التيب بتاعت البابيلا لحد المنظر ده. المكان اصلا بتاع البابيلا حاليا ده المكان اللي هو النورمال الايديال اللي هي تبقى ميد واي بتوين السيرفايكل والميدل ثيرد في المكان ده. تمام. ان انا انزلها اكتر من كده فده صعب جدا، حتى لو قدرت ان انا اعمل كده وهيحصل ريلابس وترجع لمكانها التاني. طب ايه حل المشكله دي؟ حل المشكله دي مع دكتور الاورثو. دكتور الاورثو هيعالج المال الاينمنت اللي هي الفي شيبد انتيريورز، ان هو هيعمل اورثودونتيك روت ابروكسيميشن، وهتلاقي اوتوماتيكلي بعد ما عالجنا المال الاينمنت هتلاقي السبيس قفلت لوحدها، البلاك تريانجل اتعالج لوحده بدون ما انا اتدخل كبيريو سيرجيكال خالص. طيب الفكره دي جايه منين؟ ادي الشكل بعد ما ركبنا البراكتس وكده، وهنا طبعا هيحصل كونفيرجنس فورس. كده هي تو روتس دايفرجنت، فاحنا هنعمل فورس تو كونفيرج تو روتس عشان يبقوا بارل تو اتش اذر. تمام. طيب الفكره كلها ازاي السبيس قفلت؟ ما انا لازم افهم دي. في فايبرز هنا الدكاتره بتبقى ماشيه في الانتردنتال بابيلا، هي دي فايبرز نوع من انواع الفايبرز بتاعت البريدونتال ليجمنت، فايبرز اسمها ترانسبتال فايبرز، هي فايبرز كده بتمشي بالعرض من اسمها، ترانس يعني ترانزفيرس، سبتال يعني في الانتردنتال سبتم يعني ما بين كل سنه والثانيه. تمام. الفكره كلها عامله زي لعبه كده احنا بنلعبها اللي هي لعبه الحبل، في حبل مشدود ما بيننا وادي فريق هنا بيشد، في فريق بيشد، الفريق الاقوى اللي يشد اكتر ويروح شادد الفريق الثاني ويوقعه. تمام. طيب مين الحبل المشدود؟ الحبل المشدود هي هنعتبرها الفايبرز، والفريق ده السنه اللي هي الرايت سنترال، والفريق ده هو الليفت سنترال. تمام. احنا هنعمل ايه؟ احنا مش هنلعب. يعني مش هنلعب؟ احنا الفريق ده هيجي جنبه والفريق ده هيجوا جنب بعض كده يلزقوا في بعض. تمام. ويبقوا ماسكين الحبل ما بينهم، يعني ادي اول واحد هنا هو اول واحد هنا، راح هما الاثنين رحنا ايه قربناهم من بعض وستيل هما ماسكين الحبل.
تتخيلوا معايا كده لما يكونوا يقربوا من بعض وستيل يبقى ماسكين الحبل، يبقى الحبل لسه ستيل مشدود؟ اكيد لا، يبقى الحبل حصل له ريلاكسيشن، وده بالمثل اللي بيحصل في الترانسبتال فايبرز، ان هي اثناء ما هو في دايفيرجنس بالمنظر ده فهي في تنشن في الفايبرز، لما بقربهم من بعض فبيحصل ريلاكسيشن في الفايبرز، فوانس لما بيحصل ريلاكسيشن في الترانسبتال فايبرز فاوتوماتيكالي التيشوز بتملى السبيس لوحدها بدون ما انا اتدخل سيرجيكال خالص. يبقى ده الفكره بتاعت ازاي ان البلاك تريانجل ده بيقفل لوحده بدون ما انا اتدخل سيرجيكال، وده بفضل اللي هو الكونفرجنس اللي احنا عملناه with orthodontic treatment. Another برضو way to manage اللي هو gingival discrepancy تانية، ان هو انا ممكن استخدم الأورسو as an alternative way to surgical crown lensing. انا دلوقتي بحتاج ان هو مثلا سنة حصل لها fracture، تمام، انا محتاج اكسبوز اللي هو الجزء السب جنجيبال من التوث عشان ازود الفيرول افكت، عشان لما اجي اعمل بريباريشن فده هيزود لي الميكانيكال ريتنشن، ان هو لازم يكون في بالظبط زي ما علمونا في الفيكتور يكون اتليست 2 ملم اوف ساوند توث ستراكشر سوبرا جنجيبال. طب ما كله اساسا على الجام لاين، كله على الجنجيبال لاين، فانا عايز انزل ده. طيب ما تيجي تعمل جنجيفيكتومي، ممكن نعمل بقى ايه، نروح عاملين جنجيفيكتومي وبعد كده نفت وبعد كده هن اكسبوز بقى السن ايه، جزء من السن ايه اكتر. بس هو بيبقى فيه مشكله. ايه هي المشكله؟ احيانا لما نيجي نعمل جنجيفيكتومي، تمام، نلاقي كميه الكراتينايز التيشو اللي موجوده بقت قليله او بقت ما فيش تقريبا. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لما اجي افكر اعمل كراون لينسنج فانا لازم اول حاجه اعملها دكاتره، غير قصه الكراون روت ريشيو ان هو لازم يبقى 1 باي 1، ان انا احسب المسافه بين الفري جنجيفال مارجن لحد الميكو جنجيفال لاين. لو المسافه دي حوالي 5 مللي يبقى انا عندي حاجه اسمها enough zone of keratinized gingiva. enough zone of keratinized gingiva. طيب هنا انا هشيل مثلا 2 مللي، هيتبقى معايا كام؟ 3 مللي. is still sufficient. يبقى امتى اقول ان الكراتينايزد تيشو دي still sufficient؟ لازم تكون at least اللي هو 3 مللي up to 5، ممكن تكون اكتر من 5 كمان، بس لازم على الاقل يبقى في 3 مللي حوالين التوس، تمام؟ طيب نفترض ان هو اصلا الويتس كان في الاول خالص من هنا لحد هنا كان 4، وانا محتاج اشيل 3 مللي من الجنجر، تمام؟ ف4 ناقص 3 يساوي 1. هل هو حاليا الكراتينايز التيشو اللي حوالين التوث سفيشنت؟ بقت 1 مللي انسفيشنت، ده معرضه. طيب ايه المشكله يعني لما تكون انسفيشنت؟ المشكله ان هي هتكون معرضه للريسيشن بسرعه، وممكن يحصل لها كومبليت لوس، فيبقى كل اللي حوالين السنه الفلر ميكوزا، فالريسيشن يحصل له بروجريشن، تمام. يبقى انا كده صلحت حاجه ورحت وصلت حاجه ثانيه، تمام. لا، انا عايز اصلح حاجه دون ما اعمل اي مشكله، فايه الحل؟ حل الجنجيفيكتومي هنا مش مطروح، ما ينفعش. انا بقول 4 و3، تمام. طب انا عايز اكسبوز 3، ينفع ان انا اكسبوز 3 هنا؟ لا، ما ينفعش. طب في حل بديل؟ ايه الحل البديل؟ ان انا ممكن اكسترود التوث ويز اورثودونتيك تريتمنت وايل ايام بريزيرفنج الكراتينايزد تيشو، انا ما جيتش ولا قربت ناحيه، اقدر اعمل لها ايه؟ اكسترودن. ولما بنيجي نعمل اكسترودن احنا بنعمل اكسترودن بحوالي 4، يعني بمقدار 4 مللي. ليه 4 مللي؟ ال 4 مللي دول في 2 مللي منهم سوبرا جينجيفال اللي هم بتوع الفيرول، في 2 مللي جوه بقى، تمام، يبقوا مهمين بين الكريست وبين السي اي جي. يعني في 2 مللي بين اللي هو الكريست of the alveolar bone والسي اي جي عشان to preserve البيولوجيك ويتس، تمام، عشان ما يحصلش اي فيوليشن للبيولوجيك ويتس بتاعي، تمام، و2 مللي سوبرا جنجيفال عشان احقق الفيرول افكت المطلوب عشان ازود الميكانيكال ريتنشن. احنا لما بنيجي نعمل سيرجيكال كراون لينسنج فاحنا بعد ما بنعمل جنجيفيكتومي هتلاقونا مثلا بنفتح فلاب
راح نشيل شويه كده من البون لحد المسافه بين الكريست وبين السي اي جي تبقى 2 3 مللي، 3 مللي بالكتير ما تزيدش عن كده. ليه احنا بنشيل بون؟ عشان بنكوركت البيولوجيكال، عشان لو ما عملناش كده تمام وعملنا جينجيفيكتوم بس وركبنا الكراون بتاعنا وتمام وخلاص، ممكن يحصل فايوليشن للبيولوجيكال. يبقى انا كده عايز اعمل زي ما بعمل في السيرجيكال كراون لينسنج، ان انا اكسبوز 2 مللي سب من التوس واكسبوز 2 مللي سوبرا من التوس، فعشان كده انا هاكسترود 4 مللي، 2 مللي بين الكريستو بين السي اي جي و2 مللي سوبرا جنجيفال بين السي اي جي بقى الحاجه الانسايزر ايدج. لو زادت ما فيش مشكله، سوبرا يعني زادت بقت 4 بقت 5 ايه المانع؟ ما فيش مشكله. المهم ان هو لا يقل عن 4 تمام. طبعا انا اقدر اوصل للاربعه دول within 3 months، هو actually بيوصل من اوصل لهم بعد شهرين وشهر اخير بس كريتينر بس ايه، فما بنقول يعني ان هو ايه، لا ننتظر 3 شهور كده بالظبط كده عشان نطمن ان ما يحصلش اي ريلابس like this case. السنه دي مثلا حصل فراكشر في الكراون بتاعها، كنت احنا مضطرين ان احنا نكسبوز او نكسترود اللي هو التوس بالشكل ده. بعدين اطمن ان السنه حصل لها اكسترودجن، هو بمجرد النظر ممكن انا اشوف الكلينيكال كراون نزل بتاعي شويه، بس انا عايز اطمن ان كل حاجه ماشيه كويس، فانا لازم اشوف البون اخباره ايه تمام. فهنا هروح باصص على الاكس راي اللي هي بي 4 تمام، طبعا عشان في فراكشر وفي تروما السنه دي خلاص بقت مش فايتال، فعملت اندو بوست وكور وكده تمام. فهتلاقوا طبعا اللي هو الروت ايبكس كانت هنا بقت هنا. اهم حاجه المنطقه اللي فوق الايبكس دي اخبارها ايه. لو حصل ريجنريشن للبون في البيري ايبيكال اريا يبقى انا كده اطمن واقدر اشيل البراكتس والواير بتاعي وانا مطمن ان السنه ما تبقاش لوس تمام. لا لقيت ان المنطقه دي بعد 3 شهور از ستيل ريديوسنت، وهذا معناه ان ما حصلش ريجنريشن للبون في المكان ده، معنى كده ان انا ممكن اشيل السنه، ممكن لا قدر الله ممكن الاقيها ايه حصل لها موبيليتي، وده بيجي نتيجه ان انا لو عملت اكسسيف اكستروسيف فورس. لكن لا اطمنت ان حصل ريجنريشن للبون في البيري ايبيكال اريا، يبقى خلاص اقدر اشيل وانا بطمن واكمل بقى الايه الفيكسد ورك بتاعي بقى البريباريشن بتاعت الكراون لحد الفاينل سيمنتيشن تمام. كانت كيس كده دكتور عمرو أصغر صديقي وزميلي يعني، كان في فراكشر في السنترال وفي اللاترال زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. هيستوري اوف تروما يعني اللي هو ده يعني نتيجه التروما، فهو ايه قرر ان هو يعمل اكسترودجن للسنترال واللاترال. يمكن هنشوف حالة دلوقتي الإكس راي إن هو خلاص الجزء ده الفراكشر لاين دلوقتي على البون ليفل زي ما حضراتكم شايفين. عمل لها اندو، عمل لها بوست وكور عشان بس طبعا نقدر نحط البراكتس بتاعتنا وكده. نبتدي بقى الايه الاكستروسيف فورس عليها وهنستنى اب تو 3 مانثس لحد لما يكتمل الاكستروجر، لحد لما احصل على النيدد 4 مليمترز اللي احنا اتفقنا عليه اللي هم ال 2 مللي سب وال 2 مللي اللي هو ايه سوبر، لحد لما نوصل. وطبعا عمل ريشيبنج كده للجنجبال ان كان الجنجبال مارجنز ان ايفن مع بعض، كان هنا عمل ريشيبنج بالليزر وهنشوف الشكل النهائي بقى في الاخر بعد ما حصل اهو ثلاث شهور. شوفها تاني بس معلش كده خلاص انا اقدر كده اكمل الشغل بتاعي لحد لما اعمل فاينل سيمنتيشن للكراون بتاعي.
يمكن الطريقة دي كمان احنا بنعملها لما ساعات في غرض تاني، في انديكيشن تاني، لو البيشنت ده رفض ان هو يعمل سيرجيكال، مش عايز يعمل سيرجيكال كراون لينزنج، فهو البديل بتاعه ان احنا هنعمل اورثودونتيك اكستروجن. تمام. طيب another rule برضو للأورثودونتيك تريتمنت في علاج بعض البريدونتال بروبلمز، وهو اللي هو ممكن نحتاجه في الجامي سمايل. الجامي سمايل بتكون هي مشكلة من اللي بتكون بريدونتال، بس الجامي سمايل للأسف هي ملهاش سبب واحد، يعني مش هو السبب بتاع ان هو في اكسسيف جينجيبال ديسبلاي، هو بيكون يبقى في اربع اسباب. جايز يكون السبب اللي هو دينتو بريدونتال، يعني الريليشن بتوين الناتشرال تيس والجينجيفا هي اللي مسببه اللي هو الجامد سمايل. في صوره ايه؟ ان هو بيكون في عندي حاجه اسمها شورت كلينيكال كراونز، ان الجينجيفا نازله مغطيه اكتر من نص اللي هو التوس، فهنا محتاجين ان احنا نعمل ايثاتيك كراون لينز، وده الحل الوحيد عشان اعمل كوريكشن للجامد سمايل. في اسباب تانية ان هو ممكن يكون الكلينيكال كراون كويس ومع ذلك في اكسسيف جينجيبال ديسبلاي فبتبقى جامد سمايل، فبيكون الحل بتاعها ممكن يكون المشكله جايه تكون جايه من الاب، يبقى عشان كده بنقول ليها كيوتينيو ميكوزال اوريجن، ممكن نشيل كيوتينيو ميكوزال ونقول لب. يس تكون الليب دي شورت فبتحتاج فيلر انجكشن بيتعمل كل 6 شهور مثلا. تمام. او ممكن تكون هايبر موبايل ليب، الاكتيفيتي بتاعت الماسل بتعمل ستريتشنج للليب بتكون عاليه شويه، فمحتاجين نديكريز الاكتيفيتي عشان نليمت الجينجيفا ديسبلاي. او ممكن يكون بقى المشكله اساسا الفلر، وهو ده بقى دور الاورثو في الحته دي، ان هو السوكت بتاع التوث نفسه هو اللي عامل المشكله. ازاي؟ جايز يكون السوكت ده اكسترودد، فهتلاقي السنه اكسترودد بالجنجيفا اللي عليها، او تكون بروترودد. تمام. فالسنه بروترودد بالجنجيفا بالايه؟ بالتوث. تمام. سوري، السنه والجنجيفا والبون ذات نفسه هم كله ايه؟ بره. فانا هنا بحتاج الجا لدكتور الاورثو عشان يعالج المال الاينمنت، وفي نفس الوقت هو هيكوركت الجامي سمايل. في سبب طبعا اخير للجامي سمايل، ان هو ممكن يكون المشكله جاي سكيلتن، ان المجزله اصلا فيها فيرتيكال اوفر جروث، ودي طبعا بيكون حلها ان يعمل اورثوبناتيك سيرجري اللي هي اللي فورت 1 اوستيوتومي عند دكتور المجزله فيشل. فاحنا خلينا دلوقتي نتكلم على اللي هو لو في بروتروجن او اكستروجن، يعني مثلا ببعض حالات الديب بايت ممكن نلاقي في جامي سمايل، فاحنا بنلجا ان احنا نحتاج اورثودونتيك انتروجن او ريتروجن يوزنج اللي هي التادز اللي هي الميني بون انكرز. هي الميني بون انكرز دي خاصه بالانتروجن عشان نكوركت الجامي سمايل. لايك ذس كيس، احنا شايفين هنا ان المشكله اساسا بروتروجن، واضح قوي من السيفالومتريك. تمام. فهو لو انا قدرت ان انا اعمل ريتروجن فانا هظبط المال الاينمنت، فانا كنت كده هكون عملت كوركشن للجامي سمايل بتاعي. طيب دايما اغلبيه الحالات اللي هي الجامي سمايل بسبب الالفلر اورجن بتكون مش بسبب البروتروجن، بتكون بسبب اللي هو السنان اكسترودد اصلا، يعني بعض في حالات اللي هو ايه، بعض حالات الديب بايت زي ما احنا قلنا. فكان الاول كان بيتعالج الجهاز ده، يمكن يعني ده جهاز فيري اود اللي هو بنسميه ريكت سبيزر ارش. فالريكت سبيزر ارش ده كان بيعمل الانتروسيف فورس على الانتيريورز، بس في نفس الوقت كان بيعمل مشكله ان هو بيعمل اكسترودجن للمولرز، زي ان البندات بتبقى ماسكه على مولرز فبيعمل اكسترودجن في نفس الوقت، وكده هيعمل لنا مشكله ان هو هيعمل مال اوكلوجن، فيعمل انترفيرنس في الاوكلوجن بتاعنا. عشان كده بدله بقى اللي هو ريكتس بيزر ارش اللي هو اللي فيه المشكله دي باستخدام اللي هي الارثودونتيك ميني بون انكرز او التادز او الميني بون سكروز او الارثودونتيك ميني امبلتس، هي كلها مسميات لحاجه واحده. تمام. بحيث ان هي دي جاست يعني تعمل الانتروسيف فورس على الانتيرورز، وماليش دعوه بقى بالموس خالص. بيتحط بقى اورثودونتيك ميني امبلانت واحد او اثنين او ايا كان اكتر، ده طبعا دي حاجه ترجع لدكتور الاورثو على حسب ما هو بيستيميت الانتروسيف فورس اللي عايزه. الفورس دي يكفي ان هو اورثودونتيك ميني امبلانت واحد او اثنين على حسب طبعا ما هو ايه يقدر الايه الفورس. تبقى بالشكل ده.
لايك ذيس كيس، الكيس دي كان عندها جام سمايل ديو تو اي بايت زي ما احنا شايفين، فعمل لها اللي هو الارثودونتيك ميني امبلانس، فده الشكل بعد الكوركشن بتاع الجام سمايل باي التاتس او الميني بون انكرز. طيب دي يمكن اللي هي الادوار المختلفه للارثودونتيك تريتمنت في علاج بعض مشاكل اللي هي البريدونتال. تمام، طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا وهي البريدونتال كومبليكيشنز اوف ارثودونتيك تريتمنت. بريدونتال كومبليكيشن اوف ارثودونتيك تريتمنت، اول كومبليكيشن معانا ويمكن ده اول واحد بيحصل ده فيري ايرلي، تمام، وهو ان احنا نلاقي انفلاماتوري جنجيفال انلارجمنت بالمنظر ده. الفكره كلها انا كدكتور اورسو، تمام، لازم بوعي البيشنت في حاجه، ان هو طبعا لازم يهتم بالاورال هايجين ميجرز بتاعته اكتر من الاول. ليه؟ لان انا هقول له يا حضرتك احنا هنركب بقى حاجات بقى الاستكس باندات تيوبس براكتس واير، كل الحاجات دي اساسا بلاك ريتنتيف، يعني سهل قوي ان هي ايه تجمع اكل ويحصل فود امباكشن وتبتدي الجنج بقى ايه انفليم لو احنا ما اهتمتناش باستخدام الانتردنتال برش اللي هي بيشنت بيسميها اللي هو فرشه التقويب. تمام، لو ما اهتمناش بيها فالموضوع هيحصل له بروجريشن والانفلاماتوري جنجيفال انلارجمنت دي ممكن تبروجريس، وللاسف ممكن تبروجريس لمرحله مش حلوه، لان احنا في كان حاله مره احنا شفناها للاسف الشديد بيشنت لا يتعدى سنه 21 سنه وهو ستيل لسه بيعمل أورسو، فهو كان بقاله حوالي سنتين ثلاثة بيعمل أورسو، فجالنا العيادة للأسف الشديد لقينا الأبر 6 أنتيروس كلهم لوس بالواير بالبراكتس اللي هو اللي عليه، كان داخلة في جريد 2 موبيليتي. جينا عملنا ثوم بيم سي تي وسيفالومتريك لقينا حصل كومبليت ديستراكشن للليبيال بليت أوف بون، وكان السبب إن هو إن الالتهابات دي كانت موجودة معاه والإنفلاماتوري جنجيفال دارجمنت دي موجودة معاه، بدأت من اول ما ابتدى الاورثودونتيك تريتمنت بحوالي شهرين ثلاثه. كل شويه الدكتور بيكتب له على ماوس فوش، يعني ما كانش بيمانج اللي هو الانفلاماتوري جنرال انلارجمنت، لا هو كده يبقى احنا تحول المشكله حصل ايه ان الانفلاماتوري جنرال انلارجمنت دي، فدايما بيحصل معاها اول حاجه ان هو بيبقى فيه سودو بوكيت. يعني ايه سودو بوكيت؟ يعني انا لو قست البروبينج ديبس دلوقتي هلاقي مثلا حوالي 9 او 10 مللي، تمام، اجي اعمل اكس راي الاقي مفيش بونلوس. ما هو 9 10 مللي ده لو انا اتعلمنا في البريو ان هو ده فيري ديب بوكيت، فده مثلا اللي هو انترا بوني بوكيت او انفرا بوني بوكيت، يعني حصل ديستراكشن للبون. ازاي هو 9 10 واصلا ما حصلش ديستراكشن للبون؟ وعشان كده بنسميه سودو بوكيت. سودو بوكيت يعني نوت اترو بوكيت، بوكيت كذب بيحصل لما تكون الجنجيفا حجمها مش طبيعي، تمام؟ لكن لو كان الجنجيفا دي حجمها مش انلارجد ولا انيميكس بالمنظر ده ولقينا 9 10 مللي، فاكيد وانا مغمض كده هبقى عارف قبل ومتوقع ان انا على الاكس راي هلاقي فيه بون لوس، وهنا ده معناه ان هو ده ترو بوكيت. طيب خلاص، طالما هو سودو بوكيت مع الانفلاماتوري انلارجمنت، ايه الخوف؟ الخوف ان يحصل زي ما شفنا في الحاله اللي قدامنا ان السودو بوكيت تحول الى ترو بوكيت عشان ما تعالجش، فبقى ال 9 10 مللي دول اكشوالي كان فيه بقى بون ديستركشن، وكان بون ديستركشن كبير، خلاص سنان بقت لوس، كانش في حل هنا معانا غير ان احنا نخلع وندخله في قصه ثانيه بقى ان احنا هنعمل امبلانت بعد الثلاث سنين اللي كان مقضيهم ايه في الارث. تمام، المانجمنت بتاعت الموضوع ده ابسط ما يمكن. ازاي؟ ان انا لما يجي لي بيشنت ما عنده انفلاماتوري جنجيفال انلارجمنت، اول حاجه اعملها اللي هو زي اي واحد عنده بريدونتال ديزيز، اعمل سكيلينج، اعمل كريتاج، والكريتاج الدكاتره افكتيف قوي ان يقلل ويحصل شرينكج لحجم الجنجيفا وتبقى مور فايبر. طبعا بيجي لكم بتكون انفلامد واديميتس ولاسريتد، تمام، انا هعمل سكيلينج اول مره هلاقي الاديما بعد اسبوع قلت، اللي حصل ديكريز في الديجري بتاعت الجنجيفال سايز، تمام، بقت مور فايبرس، بقت مور هيلثي، تمام. لو عملت كريتاج مره ثانيه فهيحصل ديكريز اكتر في حجم الجنجيفال،
عملت كريتاج مره تانية هيحصل ديكريز اكتر، ممكن اوصل لمرحله ان بعض حالات المايلد جينجيفال انلارجمنت بتكون بتتعالج بس نون سيرجيكال، ان انا اعمل جاست بس كريتاج. لكن في حالات تانية بتكون كبيره بقى لها فتره طويله، لا بحتاج ان انا اعمل كريتاج مره واثنين وثلاثه، هقلل بس ممكن اوصلها للمرحله دي. يعني الحاله اللي قدام حضراتكم دي اصلا هو ما كانش يعني هي وصلت، هي كانت اكتر من كده، فاحنا وصلناها وكانت دي افضل وضع ليها، ما كانتش ينفع ان هي هتقل اكتر من كده. الشكل ده بعد 3 مرات كريتاج، بين المره والتانيه حوالي ايه ثلاث يعني بين المره والتانيه حوالي اسبوع، تمام. فكان الحل بعد الكريتاج ان احنا ايه ان اكسرسايز اللارج، ان احنا نعمل حاجه اسمها اكسترنال ليفل جينجيفيكتور. طيب طبعا بعد الكريتاج مره واثنين وثلاثه هتلاقوا السودو بوكيت ده حصل ريدكشن في البوكيت ديبس، يعني مش هتلاقوا التسعه زي ما هي، هتلاقوا مثلا وصلنا 9 دي وصلت لستة، ممكن توصل لايه لحد 3، تمام. فاحنا اول حاجه احنا هنعملها دلوقتي ان احنا هنعمل جينجيفيكتومي. طيب لما هاجي هعمل جينجيفيكتومي على اي اساس هشيل جزء من الجينجيفيكتومي؟ هشيل واحد مني ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ انا دايما بشيل البروب اللي هو ان انا بشيل جايدد باي البروبينج ديبس، يعني البروبينج ديبس عندي 3، فانا عندي 3 مللي كده من بره واروح اعمل بيرسينج للجينجيفا، والنقطه اللي انا بعملها دي بنسميها بليدنج بوينت. وانا بعمل 3 نقط، ميد ليبيل ميزيو ليبيل وديستريبيل، يعني كل سنه فيها 3 نقط وهكذا في كل سنه، تمام. طبعا ادي سنترال وادي سنترال، فادي النقطه اهي ودي نقطة اهي ودي نقطة اهي، تمام. طبعا دي نقطة مشتركة بين السنترال دي وبين الدي، انا مش هعمل اجي مش هاجي اعمل نقطة تانية خلاص. يعني السنترال دي هعمل فيها ايه؟ هعمل نقطة في النص ميد ليبيال، وراح اعمل واحدة مثلا ايه سي ديستال، وهكذا كده لحد مثلا ايه اخر الكوادرنت اللي انا فيه الالارجمنت، سي ان انا هعمل مثلا من الكناين للكناين، تمام. وبعد كده النقط دي هقعد اوصلها ببعض، هوصل الثلاث نقط دول ببعض كده، هيترسم معايا كده خط كده سكالوبد لاين. سكالوبد لاين ده هو الانسيجن لاين، هو ده الليميت بتاعي، هو ده المفروض ان البليد هتيجي على الخط ده ولا هتنزل تحته ولا هتطلع ايه فوقي، تمام. وكده انا اكون ضامن ان انا شايل sufficient amount of keratinized ginger بدون ما انا اعمل destruction. انا لازم يكون ليا الليميت، لا يتعدى الليمت اللي هو البروبنج ديبس. بروبنج ديبس 2 فانا هشيل 2، بروبنج ديبس 3 هشيل 3، لا 4، لا 4 ده لسه 4 ده كتير، 4 ان انا كده ممكن اكسبوز السي اي جي، ممكن ما يحصل ريسيشن. فايه الحل؟ لا ده محتاج لسه كريتاج تاني، لازم اوصل البوكيت ديبس اللي يبقى وزن الليمت في الاخر، عشان لما اجي اشيل يبقى اشيل وانا مطمن ان ما اكونش عامل مشكله. انا بعمل بيرسينج بروبنج ديبس سوري بالبريدونتال بروب بتاعي، تمام. بقيس بروبنج ديبس اشوفه كام من بره كده، راح اعمل بيرسينج بنفس البريدونتال بروب، او في انسترومنتس تانية تسهل عليا الموضوع، هي شبه التويزر كده، هي جزء منها بيكون جرادويتد زي البروب من جوه بيخش جوه الجينجيفال سيركس، وجزء تاني بيكون بوينت بيبقى عامل زي رايت انجل كده بيكون شارب شويه، راح انا بدخل اللي هو الانسترومنت دي واروح اضغط عليه فيروح عامل بيرسينج، فيروح عامل نقطه. طبعا بعمل 3 نقط زي ما اتفقنا. الانسترومنت دي بنسميها بوكيت ماركر، دي حاجه بديله للبروب. انا عايز استخدم البروب ماشي، عايز استخدم البوكيت ماركر ماشي، هما الاثنين بيؤدوا نفس الغرض. بعد برسم بقى الخطوط في كل سنه باجي بالبليت زي ما حضراتكم شايفين، وبروح ماشي بقى على الخط ومعمل بعمل بقى اكسيجن ديب داون تو ذا توس، يعني لازم اعمل بريشر لحد لما اوصل لان انا ابقى لامس التوس، تمام جميل. وممكن اكسرسايز اللي هو الجينجيفال تيشو من كل سنه توس باي توس، او ممكن اشيلها كلها از ون بيس من القناين للقناين على حسب زي ما يريحني، مفيش مشكله. بس المهم بقى في الدايركشن بتاعي، احنا قلنا من شويه اكسترنال بيفل انجيكتوم، اكسترنال يعني داخل بالبليد على الجينجيفا من بره، بيفل بزاويه، زاويه اللي هي 45 درجه، لازم الانجوليشن بتاعي لللونج اكسس اوف ذا توس يبقى 45 درجه. ليه؟ وانا لو دخلت 90 ديجري عمودي على اللونج اكسس مش هتقطع؟ ما هتقطع،
بس الجينجيبال مارجن بتاعي هتلاقوا ان هو بقى شكله بقى عامل بقى عريض بقى وايد بقى عامل زي الشرق بقى اريا سهله ان يحصل فيها فود امباكشن، ولو في اساتيك زون شكله طبعا هيبقى مش حلو. لكن انا لو دخلت بزاويه 45 درجه البيفل فده هيحقق لي النايف ايدج شيب، مش هيسمح للفود امباكشن وفي نفس الوقت هيبقى شكله مور اساتيك. ذاتس واي انا داخل اهو بزاويه من تحت من تحت لفوق، لو انا بشتغل ابر يبقى من فوق لتحت تمام، اقعد اعمل كده لحد لما اخلص بقى ايه لاخر الجزء اكسرسايز التيشو ده. ممكن اعمل له بولينج كده خفيف بشارب سكيلر، ولو في جزء حصل ان هو بقى غصب عني بقى وايد فانا باجي ممكن اعمل زي ايه حاجه اسمها جينجيبو بلاست، ان انا باجي بالبليت كده بوش البليت اروح اعمل احرك البليت كده بحركه بنسميها شيفنج موشن، زي كاني ماسك مكنه حلاقه كده وايه ماشي بيها على وشي تمام. فده بيعمل سيننج للجينجيفال تيشو، او ممكن انا لو انا عندي جهاز ليزر طبعا يكون افضل. بس مع الليزر انا هعمل كل الجايد لاينز، يعني هقيس البروبنج ديبس، احدد البليدنج بوينت، هرسم الانسيجن لاين واخلي الليزر تمشي على الانسيجن لاين. طبعا كليزر افضل بكتير زي ما حضراتكم عارفين من ناحيه الكواجيليشن، هيلينج اسرع مش يعني مينيمالي انفيزيف عن البليد. بعد ما ده الشكل بعد ما انا immediately بعد ما خلصت. ممكن انا لو عندي في العياده بريدونتال دريسنج اللي هو زنك اوكسيد الايجنول باك ممكن احطه كده على الوند، ده الهدف بتاعها ان هي تو ايزوليت الوند تو بروموت هيلينج. بشيل الباك دي مثلا بعد اسبوع بلاقي الشكل كده يعني حصل هيلينج لسه بنسبه 50% وزين 2 ويكس كده ايه خلاص كده انا جاهز ان انا اكمل الموضوع ده اكمل الاورثودونتيك تريتمنت. الموضوع ده لا يتعدى شهر، واي دونت ثينك ان هو دكتور الاورثو هيتعطل في الشهر ده، لا، لان انا بعمل حاجه عشان تحافظ على الاوت كام بتاع الاورثودونتيك تريتمنت في الاخر، ان انا لو سبته او اهملته ممكن يوصلني للحاله اللي احنا قلنا عليها من شويه لما لقينا في جريد 2 موبيليتي في الابر انتيريورز. انذر كيس هوريها لحضراتكم دلوقتي ان المشكله هنا كانت بقى انفلاماتوري جنجيبال انلارجمنت ومشكله اساتيك، يعني هي صموات عامله جامد سمايل في الابر انتيروز بالشكل ده. فده الشكل كان بعد الجنجيبك. فكره بقى اللي هو عشان اعمل جنجيبك، السؤال بقى هل انا محتاج ان انا افك الواير والبراكتس والكلام ده كله؟ هو ممكن دكتور الاورثو ممكن عشان يساعدنا شويه ممكن ساعات بيشيل الواير، but I don't think ان هو هيقبل ان يشيل براكتس يعني whatever سواء بقى واير موجود واير مش موجود ايه سوري براكت اللي هو الواير موجود او الواير مش موجود، احنا نقدر نشتغل سواء ده موجود او مش موجود، يعني مش لازم نشيل الواير عشان نعرف نشتغل، لا هو الشكل الصوره دي بعد ما خلصت اللي هي القرص خالص. طبعا هنا عملنا كوركشن هنا للجامد سمايل زي ما حضراتكم شايفين. نيجي بقى الكومبليكيشن مهم جدا وشائع جدا، ويمكن انا اتكلمت عنه في الاندكس بتاع المحاضره، لان يعني ما فيش اورثودونتيك تريتمنت بتخلو منه تمام، وده مش بيكون مشكله من دكتور الاورثو ابدا، لان لا طبيعه التيشوز وطبيعه البون هي اللي بتخليها توصل للمرحله دي. ان هو هنكتشف ايه؟ ان انا نكتشف بعد ما خلصنا الاورثو ان احنا لقينا فيه isolated recession. Isolated recession مثلا على الكناين زي ما انتم شايفين. طب ال isolated recession ده اشمعنى يعني اختار الكناين بس؟ ما جاش ليه بباقي السنان؟ ما بقاش generalized ليه؟ المشكله كانت جايه من اساسها من ايه؟ ان هو حصل complete loss للليبيال بليت اوف بون، فعمل بوني ديفكت بنسميه بوني ديفكت شهير اسمه ديهيسس. انا ممكن اكون عملت excessive force على البون، او حاجه تانية ممكن يكون الفرصه بتاعتي مظبوطه وكل حاجه، بس المشكله ان البون عندي سن، والبون السن ده اللي هو بيتلكك على الاقل فرصه، فحصل له ريزوربشن للبون، كنت مضطر ان انا اعمل الفرصه بس عشان احرك السن تمام، فنتج عنه المشكله دي.
في الاخر، هل ده هيعجل بخلع التوس ولا لا؟ ابدا، احنا نقدر نعمل روت كفرش ونرجع كل حاجه كما كانت. تعالوا نشوف ازاي. هو الفكره كلها ان هو بس جاست ريكومنديشن، لان احنا عشان ده نتجنبه من الاول على قد ما نقدر، ان احنا بنشوف من استيميت اللي هو البون سيكنس بتاعنا قبل ما نشتغل القرص. يعني احنا بنريكومند على دكاتره القرص في الحته دي ان هو ايه، يا ريت نقدر السيكنس بتاع البون قبل ما نشتغل، ثرو الكومبريم سي تي او السيفالومتريكس. لو 2 ملم اور ليس يبقى ده ثين بون، 3 ملم اور بون يبقى ثيك بون. ما فيش مشاكل في الاغلب في الثيك، ما بيحصلش فيه ديهيسنس قد ما بيحصل في الايه، في الثين. ففي الثين بنريكومند نحاول از ماتش از وي كان ان هو ان احنا نعالج ان احنا احنا سوري ان احنا نقلل الفرصه على قد ما نقدر. يعني اف يعني اف ات از بوسيبل، يعني لو نقدر ايه نقلل الفرصه على قد ما نقدر يا ريت. لو ما فيش مشكله، احنا متوقعين ان هيحصل ريسيشن وبعد كده نقدر نعالج الريسيشن، ما فيش مشكله. لكن لو في ريسيشن من الاول اساسا وانا عايز اعمل اورثو في المكان ده، فهو دلوقتي انا لو عملت اورثو وعملت فورس، فهو هنا الموضوع هيبقى بروبلماتيك شويه، وفي خطر على التوث دي، ممكن يحصل ديستراكشن للبون اكتر، فممكن ده يعجل فعلا خلعها. تمام، فالحل ان انا اعمل روت كفرج قبل ما اعمل الايه، الاورثودونتيك تريتمنت. ايه الحل؟ الحل ان انا اعمل روت كفرج، وهو طبعا ما فيش حل غير ان انا اعمل روت كفرج ويز سيرجيكال تكنيكس. تعالوا نشوف، هو الموضوع بينقسم دلوقتي. احنا لما بتجي لنا حاله فيها ريسيشن بالمنظر ده، فاحنا بنشوف كميه الكراتينايز تيشو اللي هي الستيل لسه تحتها، بنحسب المسافه دكاتره من الفري جنجيبال مارجن لحد الميكرو جنجيبال لاين. لو المسافه لسه ستيل 3 مللي، يبقى انا لسه ستيل اقدر اقول ان انا لسه ستيل عندي سفيشنت كراتينايز تيشو. تمام، ففي هذه الحاله انا ممكن اعمل ايه؟ اعمل فلاب اسمه كرونالي ادفانسد فلاب او كرونالي بوزيشند فلاب. الفكره هي بتاعته اللي هو ايه؟ ان انا دلوقتي عندي 3 مللي كراتينايز تيشو فوق الروت، طب ليه ما اعملش فلاب بحيث ان انا استفيد منهم وارفعهم فوق ويغطوا لي الروت بتاعي؟ لو امكن حاجه زي كده يا ريت. طيب لو كان زي الحاله اللي قدام حضراتكم هنا، المسافه زي من هنا لهنا لا تتعدى ممكن 1 مللي او ممكن اللي هي زيرو، يعني انتوا ما تلاقوش اصلا كيراتينايز تيشو، هل ينفع ان انا اعمل الكرونري ادفانس فلاب؟ للاسف لا، ان انا دلوقتي هرفع الفلر ميكوز الفلر ميكوز عايز كيراتينايز تيشو. انتوا عارفين الكيراتينايز تيشو دي بتديسيبيت اصلا مسكاتري فورسز، وهي دعامه اكتر سبورت اكتر للتوس، لكن الالفلر ميكوز دي فيري سين. ايه الحل يعني من الاخر؟ الحل ان انا هنا هلجا الى ان انا هجيب فري جينجيفال كرافت من البلد، ههارفست كراتينايز تيشو من مكان تاني. طيب تعالوا ناخد كده فكره بسيطه عن الموضوع. اولا الكرونري ادفانسد فلاب ويز ريليزنج انسيجن، سي الحاله اللي قدام حضراتكم ادي في ريسيشن في السنترال ده والسنترال ده، ولو حسبت المسافه من هنا لحد هنا لقيت كراتينايز تيشو حلو لا يقل عن 3 مللي زي ما حضراتكم شايفين. فايه الحل هنا؟ ان انا هعمل كرونري ادفانسد فلاب. طبعا الكرونري ادفانسد فلاب ده بيكون بارشال سيكنس فلاب وليس فول سيكنس. انا دلوقتي لما هعمل الفلاب ده مش محتاج ان انا اكسبوز بون، انا هاكسبوز هيبقى جزء من البري اوستيوم يبقى معايا في الفلاب، والجزء الثاني لسه ماسك على البون. تمام، طيب الديزاين بتاع الفلاب بتاعي ده سيمبل، ان انا هعمل سب بابيلري انسيجن في الثلاثه بابيلي دول، هعمل تو فيرتيكال انسيجنز، واحد ميزيال تو ذا ميزيال بابيلا، واحد ديستال تو ذا ديستال بابيلا. والتو فيرتيكال انسيجنز لازم يبقوا اوبليك ان دايركشن، عشان تبقى للقواعد بتاعت الفلاب ديزاينز تبقى البيز وايدر ذان ذا توب، ده يدي بيتر بلاد سبلاي. في حاجه ثانيه، لازم الاكستنشن بتاع الفيرتيكال انسيجن ده بتاعي يعدي الميكو جنجيبال لاين بحوالي 2 3 مللي. ليه؟ عشان اوصل للالفلر ميكوز. ليه برضه؟ عشان اقدر اعمل ريليز، عشان اقدر احرك وارحل الكراتينايز تيشو دي
هنا، تمام؟ ليه انت ما ابتديتش من التيب بتاعت البابيلا؟ مش هتبتدي الفلام من هنا ليه؟ ليه بدي فوق؟ عشان انا عايز اشد تحت، فانا لازم اطلع فوق عشان اقدر اشد تحت. انا لو ابتديت من هنا، طب انا هشد البابيلا بتاعتي دي هتنزل تحت. يبقى كده اللي انا عملته كده ايه؟ يبقى كده في مشكله، البابيلا دي بتاعتي هتبقى تحت ان سبورتد. لكن الفكره ان انا نزلت سب بابيلا، نزلت ابيكن عشان هنزل تحت. هيبقى في بابيلا هنا وبابيلا هنا، يعني في بابيلا جديده اللي هتنزل تحت هنا، وفي بابيلا قديمه، الاثنين دول هيبقوا فوق بعض زي ما هنشوف دلوقتي. تعالوا نشوف كده مع بعض ستيب باي ستيب السيري دي بتتعمل ازاي. احنا هنشوف كيس معانا كان فيها ايزوليتد ريسيشن. خدوا بالكم يا دكاتره ان ممكن الايزوليتد ريسيشن ده هو الايزوليتد ريسيشن بتاعنا في الفور، هو ممكن يبقى موجود اصلا وملهوش علاقه اساسا بالقرص، يعني الحاله دي اصلا ما عملتش قرص، تمام؟ لكن الحاله دي كان التفسير بتاع الايزوليتد ديسيشن ان هو كان في اكسسيف اوكلوزال ستريسز كانت نازله على الفور، فعمل تروما فروم اوكلوجن فعملت بون لوس، ذاتس واي حصل اللي هو الريسيشن. ادي الديزاين بتاع الفلاب بتاعي، سبابيلر انسيجن ميزيال وديستال، وادي الاثنين اللي هو الفيرتيكال عشان اقدر اشد الفلاب بتاعي. عملنا ديسكشن، وطبعا بارشال ديسكشن يعني ايه؟ يعني الدبس بتاع البليد يا دكاتره هو جاست، عارفين البليد فيها جزء كده بولشت، مجرد بس البولشت بارت ده هو اللي يدخل جوه. وانا وبعمل ديسكشن اهم حاجه ابقى شايف الشادو بتاع البليد بتاعي من بره. طول ما انا شايف الشادو بتاع البليد بتاعي من بره، طول ما انا ماشي صح، طول ما الشادو بتاع البليد مختفي، يبقى انا داخل ديب. انا بنسى خالص البريشر هنا وانا وبعمل ديسكشن، يعني انا مش عايز اوصل للجزء، تمام؟ طيب ليه انت برضو مش عايز توصل للبون؟ يعني ليه عامل البارشل ديسكشن؟ يعني بالاخص ان البارشل ديسكشن اصعب ومحتاج مايكرو سيرجيكال انسترومنتس، عشان لقاعده مهمه. لو انا عايز اخلي الفلاب ده يهيل في وضع جديد عليه اللي هو الكورونا، لازم اوفر له بلاد سبلاي في هذا الوضع الجديد. عشان اوفر له بلاد سبلاي لازم اسيب ريوستيوم تحته، ما ينفعش ان انا اسيب بون تحته. That's why ان انا عامله partial thickness. طيب تعالوا نكمل. انا ابتديت اهو اعمل partial dissection بالمنظر ده، لسه هكمل بقى لحد لما الفلاب ده بتاعي يبقى completely released واقدر اشده بقى ايه كورونال واثبته بقى. طيب في حاجه بعملها هنا مهمه جدا، ان انا هتلاقوني ان انا بقشر البابيلا اللي هي الاصليه اللي هي اللي تحت، بعمل حاجه اسمها دي ابيسيلايزيشن. طيب ليه انت عملت كده؟ عشان زي ما قلت من شويه ان في بابيلا جديده وفي بابيلا قديمه، تمام؟ البابيلا الجديده دي هتيجي على القديمه، وانت لسه قايل حالا ان انت لازم الفلاب ده كله يبقى توتال، يبقى تحته بري اوستيوم. طيب هل الفلاب حاليا كله تحت بري اوستيوم؟ لا، المكانين الوحيدين اللي ما فيش بري اوستيوم تحتهم حاليا هو البابيلا الميزيال والديستال. طب اعمل ايه عشان يحصل يبقى تحتهم بري اوستيوم؟ اقشر البابيلا الميزيال واقشر البابيلا الديستال، اعمل دي اقشر بتاعهم، تمام؟ طيب انا كده خلاص طمنت على الريليز بتاعي في الصوره اللي فاتت. طبعا الروت اللي هو اللي مكشوف ده انا بعمل كلينسنج لين، انا بعمل روت بلاننج عشان اي نيكروتيك سيمنتوم يبقى موجود بيتشال. وبعمل حاجه تانية ان انا بعمل حاجه اسمها روت كونديشننج بتترا سايكلين سوليوشن، بحط فيه كوتون وبسيب الكوتون دي على الروت سيرفيس لمده 5 دقائق. الوقت ال5 دقائق ده هيعمل لي ديسولفنج لاي بقايا نيكروتيك سيمنتوم تبقى ايه موجوده. نيجي بقى لحته مهمه جدا دلوقتي. انا اكيد كلكم متوقعين ان انا هقفل الفلاب واعمل ستيتش وخلصنا عليه، صح؟ لا، القصه كلها دلوقتي
ان انا لو عملت كده تمام يبقى هيحصل ريلابس للريسيشن بتاعي مره تانيه. هو السؤال في الاول دلوقتي المشكله جت بسبب بون لوس صح؟ طيب وانت ليه حضرتك ما عوضتش البون لوس اللي هو اللي موجود؟ ما هو البون لوس اللي موجود ده للاسف صعب ان انا اعوضه. ليه؟ لان اي بوني ديفكت عشان اعمل ريجنريشن لازم اوفي سنين الدكاتره. ايه الاولاني؟ ان البوني ديفكت ده يبقى عامل زي الحفره، يبقى فيه هاوسنج. هاوسنج يعني عامل زي الحفره عشان احط فيه البون جرافت يقعد ما يتحركش تمام، والحفره دي يبقى فيها حيطان بوني وولز تمام. الوولز البوني وولز دي تدي بلاد سبلاي للبون جرافت عشان يكون بون. طب البوني دي هيسنس اللي هو عامل زي الحفره ولا هو اساسا عامل ايه؟ ولا فيه وولز تمام. فاي بون جرافت احطه فانا احطه على بير روت. طب البير روت ده اساسا اصلا بيكون ايه؟ فاسكولار سيرفيس، عمره ما هيدي بلاد سبلاي للبون جرافت بتاعي. يبقى اي بون جرافت احطه من الاخر هي ايه؟ هيفيل. فايه الحل؟ مش احنا قبل ما يحصل بون لوس فقدنا اتاتشمنت؟ يعني حصل اتاتشمنت لوس؟ اه. فاذا احنا ممكن عندنا حل، ما نعمل ايه؟ الاتاتشمنت دي اقدر اعوضها. بعوضها ازاي؟ ان انا هجيب جرافت من البلد هو عباره عن كونكتيف تيشو فقط. انتوا عارفين الاتاتشمنت هي عباره عن كونكتيف تيشو تمام. فانا هجيب كونكتيف تيشو جرافت من البلد على قد الجزء الاكسبوز بتاع الروت ده، وهثبته بقى في البري اوستيوم بستيتشز طبعا ريزوربابل، انا مش هاجي ناحيته تاني، هقفل عليه الفلاب. وبعد ما ثبته بروح بقفل الفلاب بتاعي واعمل ستيتش. طيب ايه اللي انت عملته كده؟ انا حولت الجنجفا دي من سن، ان هي كانت سن في الاول، الى سيك، فكده اضمن ان الريسيشن ما يرجعش. طب والبون لوس؟ وانت كده عملت يعني كده انت صلحت لي البون لوس؟ لا، لكن لو انا عوضت الاتاتشمنت لوس بديلا عن تعويض البون لوس فده كافي ان ما يحصلش ريلابس للريسيشن مره ثانيه تمام. لو عوضت، لو عملت روت كفرج قبل الاورثودونتيك تريتمنت فده دي دعامه حوالين اللي هو التوس، فده يديها سبورت اكتر، فهتستحمل الفورسز اللي هي ممكن تتعمل عليها. انا بتكلم في قصه سواء قبل او سواء بعد تمام. طيب فانا دلوقتي عايز اقدر اللي هو كميه الكونكتيف تيشو اللي هي اللي موجوده دي، فانا مثلا بجيب زي بيبر كفر مثلا بتاع التيشو اللي هي بتاعت الامبول بتاع الستيتش، وبقدر على اساسها الحجم الايه الكونكتيف تيشو جرافت اللي انا عايزه، وبحط بقى الايه الورقه دي على البلد. المكان بتاعنا مخصص دايما ميد واي بتوين الميديان بلاتاين رافي والفري جنجيفال مارجن ديستل للروجي اريا، عشان الروجي اريا بيكون فيها اكسسيف اديبوز تيشو فمش مستحب. بعمل انسيجن اول اراوند اللي هو البيبر، وابتدي اعمل بارشل ديسكشن كده واحده واحده. الدرافت اللي هتطلع معايا دي هي عبارة عن ايبيثيليوم من بره وكونكتيف تيشو من جوه. أنا مش عايز ايبيثيليوم، أنا عندي ايبيثيليوم في الفلاب، عايزه؟ مش عايزه تمام؟ طيب إيه الحل؟ إن أنا هقشر الايبيثيليوم بتاع الكونكتيف تيشو جرافت، سوري بتاع الجرافت نفسها. فلما هقشر الايبيثيليوم هيتبقى معايا إيه؟ كونكتيف تيشو، هو ده اللي أنا عايزه. فأنا كده حولت الجرافت بتاعتي دي، هي دي اسمها فري جنجيفال جرافت. لو كده ايبيثيليوم وكونكتيف تيشو من تحت تبقى اسمها فري جنجيفال جرافت تمام، او ليها اسم تاني ايبيثيلايزد جرافت. لكن لما هقشر الايبيثيليوم بتاعها زي ما انا بقشر حاليا تمام، فانا هنا حولتها من ايبيثيلايزد جرافت لكونكتيف تيشو جرافت. حتى التكنيك دي بنسميها ايبيثيلايزد كونكتيف تيشو جرافت. طيب السؤال اللي جاي، طب انا هعرف منين يا دكتور مينا ان اللي موجود معايا كله كونكتيف تيشو؟ حاجتين، التكتشر بتاع الابيسينيوم دايما بنكون سموث، العكس هو الكونكتيف تيشو بيكون اساسا رف لان بيبقى فيه فايبرز. اللون دي رقم اتنين، اللون بتاع الابيسينيوم بيكون بيل بينك بينما اللون بتاع الكونكتيف تيشو بيكون بيور وايت. لو لقيت الاثنين بس اللي معايا ده هو ايه؟ عباره عن بيور كونكتيف تيشو. حطيت الكونكتيف تيشو جرافت زي ما حضراتكم شايفين اهو على الروت، ثبتها في السراوندنج كونكتيف تيشو او البري اوستيوم،
ورحت قفلت الفلاب بتاعي. وطبعا انا ايه بفضل ان انا اقفل الفلاب بتاعي ان امور كورونال بوزيشن، وده الشكل بعد 2 ويكس، وده الشكل طبعا افتر 1 مانس. كده انا صلحت الريسيشن اللي عندي ومنعت ان يحصل ريلابس من خلال الكونكتيف تيشو جرافت اللي انا ايه حطيتها. احيانا نلاقي ريسيشن مالتيبل، ففي المالتيبل ممكن نعمل كورونري ادفانسد فلاب ويز ريليزنج انسيجن، بس في ميزه معايا هنا زياده شويه، ان انا ممكن اعمل كورونري ادفانسد فلاب ويزاوت، يعني انا اعمل جاست سب بابيلري انسيجن واعمل البارشال ديسكشن تمام، وبعد كده ما احتاجش اثنين فيرتيكال. هل ده كافي ان يحصل ريليز؟ اه. ليه؟ لان انا بعمل ريليز على وايدر اريا. تعالوا نشوف، انا يمكن هجري الفيديو ده شويه، يعني الكلام هنا هيبقى ايه متشابه يعني. وطبعا هنا حضراتكم في ريسيشن في اللاترال في الكناين وفي الفور. طبعا البليد اللي احنا شغالين بيها دي اسمها بليد 15 سي، هي دي الانسب للبارشال السكشن، هي شبه ال 15 الكبيره العاديه اللي انتم عارفينها تمام، بس بيكون حجمها اصغر طبقا للايه للسيرجري اللي انا بعملها. انا عايز ادوات كلها مايكرو، انا حتى بستخدم الكيشو فورسبس زي ما حضراتكم شايفين، بيكس تبقى مايكرو، النيدل دياميتر بتبقى 5 او 6 احيانا 7 زيرو، النيدل هولدر ذات نفسه اللي بيمسك النيدل اصلا بيكون مايكرو. كل ده انا بعمل ليه؟ لان انا بتكلم في فلاب فيري ثين، فلازم انا الفلاب بتاعي ده يمر بسلام من اول الديسكشن لحد السيوتري بتاعه. دي بيتساليزيشن. البليد اللي حضراتكم شايفينها دي بليد تانية اسمها مايكرو سيرجيكال بليد، بتكون دبل اندد. الميزه بتاعت ال 15 سي اللي انتم شفتوها من شويه دي بتركب على البليد هاندل العاديه بتاعت ال 15، بينما المايكرو سيرجيكال بليد دي لا، لازم ليها مايكرو بليد هولدر خاص. ما بتفرقش كتير قوي يعني، يمكن احنا بنستخدم المايكرو دي في سيرجيز يعني اصعب من كده، اللي هي حاجات ادفانسد شويه في رود كفرج اللي هو البانلينج والفيستا وكده. طيب تعالوا نشوف بس اخر الفيديو، هو جاست عمل بارشال ديسكشن اهو، وكده قفل الفلاب بتاعنا، وده الشكل بعد ما ايه بعد ما خلص الايه السيرجرينج ده بيفور وده افتر. يبقى ده اوبشن معايا لو عندي مالتيبل ريسكشن، لكن ما ينفعش اعمل كرونري ادفانتد فلاب وزاوت ريليزنج انسيجن وانا عندي سنجل ريسيشن، ما ينفعش، لان ده مش هيبقى كافي للريليز. سنجل لا، يبقى انا سنجل هعمل هوريزونتال ديسكشن واثنين انسيجن تمام. طيب ماذا لو كان عندي كميه الكراتينايز التيشو تقل عن 3 مللي، 2 واحد او ما فيش؟ يبقى هنا ما عنديش حل بقى دكاتره غير ان انا اهارفست فري جنجيبال جرافت من البلد. انا عايز بالكامل بقى ايه جرافت بقى كبيره اللي احنا لسه واخدينها من شويه دي بالظبط، اللي هو ايبيثيليا من بره وكونكتيف تيشو من جوه. زي ما انتم شايفين هنا كميه الكراتينايز التيشو مش حلوه، قليله تمام. فلو رفعت مش هيترفع بكفايه، في نفس الوقت هيترفع معايا اكتر الفرال ميكوز. الصح هنا ان انا اهارفست فري جنجيبال جرافت عشان اريح دماغي. الجرافت دي بجيبها من البلد، انا بجيبها من البلد بحطها في المكان ده، فهي لازم بتتعرف على مكان، هي بجيبها على مكان غريب عليها تمام، عشان الجرافت دي اضمن ان هي يحصل لها اللي هو فاسكولاريتي توصل لها وما يحصلهاش نكروز، فلازم اوفر لها بلاد سبلاي، فلازم بعمل حاجه اسمها فاسكولار بيد بريباريشن. فاسكولار يعني حاجه تدي بلاد سبلاي، بيد زي سرير، يعني انا كده بحضر سرير للجرافت ينام. ايه السرير ده بحضره ازاي؟ ان انا اقشر كل الابيثيليوم اللي حوالين الايه الاكسبوزد رود. كل ما قشرت كميه ابيثيليوم اكتر كل ما هاكسبوز بري اوستيوم اكتر، هو ده اللي هيدي البلاد سبلاي. كل ما كانت كميه البري اوستيوم الاكسبوز ده اكتر من الجرافت كل ما كان احسن. ما تبقاش الجرافت قد حجم البريوزم الاكسبوزد، كده ممكن يحصل لها نيكروز، او ما يبقاش العكس يعني حجم الجرافت اكبر من حجم البريوزم الاكسبوزد، كده هيحصل لها برضه نيكروز. هنحاول نقشر اكبر كميه حوالين الروت.
هنا الروت كان كونفيكس شوية، فعشان كده هو بيعمل زي اودونتوبلاستي بس عشان يبقى مور فلات، فده بيساعد اكتر في الايه في الادابتيشن بتاع الجرافت اوفر ذا روت. حضرت انا الفاسكولار بيت، هقدر حجم الجرافت بيبر كفر زي اللي فاتت بالظبط، هي على فكرة اللي احنا اخدناها من شوية دي، هي رود بلاننج والكونديشنج ده قانون عشان الرود بتاعي يبقى كلين وما يحصلش اي انفكشن ممكن تبقى تسبب نكروزس للجرافت. اهو هقدر حجم الجرافت بالبيبر كفر زي ما انتم شايفين، هعمل ديسكشن اول اراوند، اتفقنا الدبس بتاع الديسكشن لحد البولشت بارت بتاع البليت، بمسكها بقى بتيشو فورسبس وتعمل لها ايه ديسكشن كومبليت، اد اهو ايبيثيليوم اهو اللي من تحت، كونكتيف تيشو من فوق، من شويه رحنا قشرنا اللي تحت وسيبنا اللي فوق، انا عايز بس ايه كونكتيف تيشو جرافت تحت الفلاب بتاعي، لكن المره دي لا، ده انا عايزها على بعضها، انا مش عامل فلاب، انا معتمد على دي اعتماد رئيسي. تمام، انا هاخدها كده وايه وهحطها على ده اللي هو الدونر سايت، تحت بنسميه ريسيبيانت سايت، وعشان المكان الاكسبوز بيبقى مكشوف كبير شويه، فبنعمل كده ايه زي شبكه كده من الاستيتش بالمنظر ده، من ابلاي كده زي جل كده على الوند زي بارير كده زي فكره الباك، اسم تاني اللي هو الهيستو اكريل، زي فكره ايه يا دكاتره عارفين انبوبه الاميل اللي احنا بنجيبها من المكتبه دي عشان بنلزق بيها، هي نفس الكلام، ان هو بيبقى سوليوشن جوه الانبوبه، اول ما بيطلع بيتعرض للاير تمبريتشر فهو بيحصل له ايه سيتنج، فبيبقى زي بارير كده فوق الايه الدونر سايت كطريقه كده بس عشان تقلل الايه البين والديسكمفورت على البيشن عشان ما يبقاش في جزء دينيود لحد ما يحصل هيلينج within 2 to 3 weeks يحصل كومبليت هيلينج. الجرافت اهو بقى ميزيل وديست، ممكن اعمل 4 ستيتشز في ال4 كورنرز. تمام، وممكن اعمل ستيتش كده اخير كده ان انا بروح داخل في البري اوستيوم وبطلع وبروح ايه لافف كده رابنج اول اراوند ذا توث اواي تو ادابت الجرافت او تبقى سناجلي فيتد اكتر اوفر ذا روت. اهم حاجه ما يكونش في جاب بين الجرافت وبين الروت سيرفس عشان ما يحصلش كونتامينيشن للبلاد كلوت اللي هي هتتكون في المكان ده. ده الشكل هنا بعد اسبوع، ده الشكل تحت بعد اسبوع، وزين 1 مانث بيحصل لها كومبليت ابيسلايزيشن بالشكل ده. فكده انا اكون حليت المشكله تماما. another bony defect، ويمكن هو دايما هو والديهيسنس اصحاب، يعني ايه اصحاب؟ يعني هو اصلا بدايه الديهيسنس بتكون فينستريشن، هي فورس زياده حصلت فحصل شويه ريزوربشن للبون فبيبتدي بيحصل ويندو شيب دي بوني ديفكت بالشكل ده. تمام، اهو انا هنا جاي بنقول لكم بدرجات، هنا في الديستوباكل، هنا اكتر في الديستوباكل بتاع 6، هنا اكتر بقى في الميزيو باكل، لحد بقى لما المارجنال بون ده يحصل له لوس فيتحول الفينستريشن الى ايزنس. الفينستريشن كبروجنوز بتاعه احسن من ايزنس على فكره. ليه؟ لان في الاغلب لما البيشنت بيكون عنده فينستريشن نتيجه اكسسيف اورثودونتيك فورس مثلا، تمام، فهو ما بتلاقيش التيشوز حصل فيها ريسيشن زي مع الديهيسنس، الا في حالات معينه لما بيكون الفينستريشن ادفانسد قوي، يعني جاست في ثين ريم اوف مارجنال بون هي اللي ايه بقى زي الحاله دي بالشكل ده، لكن غير كده مش ما فيهوش مشكله، يعني هتلاقوا الجينجيفا اصلا كومبليتلي كفرنج الاير روت، ما فيش ملي واحد من الروت فيه ريسيس. طب لو الحاله دي معانا ممكن اعمل ايه؟ جاست ان انا ممكن اعمل زي تانل كده زي نفق جوه كده بين التيشو وبين البري اوستيوم بالبليت، تمام، واروح منخل كونكتيف تيشو جرافت من جوه، تمام، واروح قافل الويندو بتاعي. جاست كده انا عوضت، هو نفس الكونسبت، انا كده ايه عوضت البون لوس بالاتاتشمنت لوس، عوضته بالكونكتيف تيشو جراف، يعني لو حصل خلاص يبقى انا عامل ده، لو في فينستريشن اساسا وخلاص الفورس انتهت
تمام خلاص، يبقى انا كده ايه، يعني مش هكمل بقى، ولا يعني مش هعمل اي انترفيرنس سيرجيكال، لان انا ما عنديش اي مشكله ان الفينج بقى كومبليتلي كفرنج الايه الروت بتاعي. تمام. بيجي لنا بيشنت ساعات بالشكل ده، يقول لنا ايه، ولا انا عملت يا دكتور اورسو تمام وخلصت، ومن بعد ما خلصت بقى الاكل يتحشر ما بين النبده والسنه اللي جنبها. لو تلاحظوا نركز كويس هنلاقي ان ده كاناين وده 5، يعني معنى كده ان الفور، يعني هو ممكن نتنبأ ان هو كان بيبقى في، كان في سبيس كلوجر. فطبعا زي ما حضراتكم عارفين، طبعا انتوا ادرى مني في الحته دي، نعم ساعات بنلجأ للايه، نخلع اللي هو الفور مثلا عشان نعمل سبيس كلوجر وكده. ساعات في بعض حالات، بعد حالات اللي هو السبيس كلوجر بينتج عنه في جينجيفال ديفكت بالمنظر ده، هنلاقي فيه زي كليفت بالجنجيفا بالشكل ده، او بنسميه جينجيفال انفاجينيشن. فطبعا الكليفت او الجروف اللي حصل ده، فهيبقى اريا فور فود امباكشن، يحصل بوكيت، يحصل بون لوس، فيحصل طبعا بلاك تريانجل. فاحنا عايزين نيراديكيت الموضوع من الاول، احنا عايزين نشوف هاو تو بريفنت الاول، ولو حصل ممكن نعالجه ازاي. طيب ايه قصته اصلا، بيجي ازاي؟ هو بيجي بنسبه، يعني اللي هو النسبه فاريبل، يعني ممكن في بعض البيبرز والستاديز قالت ان ما بيحصل نسبه قليل 35%، لا في حاجه ممكن اقول لك لا حسب الناس بيحصل نسبه 100%. تمام. طيب التخبط في الموضوع ده اللي هو ايه كتير، او اللي هو الكلام فيه كتير شويه، بس وات ايفر، سواء نسبة قليلة أو نسبة كبيرة، فإحنا عايزين نعرف هو نتجنبه إزاي، ولو حصل إزاي. تمام. طيب إيه اللي بيحصل؟ هو اللي بيحصل الفكرة كلها إيه؟ زي فكرة إيه بالظبط؟ زي كأني جايب ورقة زي الورقة اللي هي قدام حضراتكم. تمام. بس أشوف الورقة دي باينة ولا اهي. الورقه اللي هي قدام حضراتكم دي هي الفكره كلها زي ايه، انا جايب ورقه اهو، انا صباعي اهو اليمين وادي صباعي الشمال، انا عايز اقرب الاثنين من بعض، فانا راح اعمل كده. فايه اللي حصل في الورقه؟ اللي حصل في الورقه ان هو ايه، ان انا لما عملت كومبريشن فحصل زي انفاجينيشن، اندعاج في الورقه بالشكل ده، عملت زي جروب، وده بالملي هو اللي بيحصل في الجنجيفا. الربنا ضغطتهم على بعض فحصل زي انبعاج في التشو في المكان ده، فنتج عنه الجينجيفال انفاجينيشن. دي ثيوري من الثيوريز، دي حاجه. في ثيوري تاني يقول لك لا مش هو ده السبب، السبب حاجه تانيه خالص. السبب ان البيشنت ده كان هو اساسا خالع بقاله فتره طويله. تمام. وهو رحنا عملنا سبيس كلوجر ورحنا ايه ضمينا الفايف على السيفن. تمام. وطبعا حصل ريزوربشن للبون زي ما انتم شايفين، وشايفين هنا البون ليفل والجنجيفال ليفل هنا فين وهنا فين، فلما الاثنين قربوا من بعض فحصل برضو ان فاجينيشن. وهنا يمكن الثير اللي هنا كمان سوفت تيشو ان فاجينيشن، بس في بقى بوني ان فاجينيشن، يعني انا لو فتحت فلاب بعد السبيس كلوجر هتلاقي البون داخل جوه، كما لو كأن كده ايه زي خبطته زي عربيه كده لما ايه تتخبط، فتلاقي الايه اللي هو الباب دخل جوه شويه. تمام. فهو او الحته بتاعت يعني اللي هو فوق العجله كده راحت ايه دخلت جوه نتيجه الايه الخبط. انا بحاول بس او يعني خليكم تبقوا متصورين الشكل بيبقى عامل ازاي. وممكن يكون الجنجيفال انفاجينيشن ده بيكون في مكان واحد. تمام. يعني ممكن يكون باكل بس، او ممكن تلاقي زي الكيس دي باكل وبلتل بالشكل ده. طيب هاو تو بريفنت، البريفنت اللي هو لو هو انا خالع بقالي فتره طويله، فالمفروض ان انا لا، انا لو هخلع اللي هو الفور بيشنت اللي هو ابتدي بقى الشغل بتاعي. تمام. عشان ما اديش فرصه ان يحصل اتروفي في الليبيال بليت او الباكل بليت اوف بون ويحصل المشكله دي. تمام. طيب عالجه ازاي؟
لو هو سوفت تيشو انفاجينيشن بس فالموضوع سهل جدا. في الاغلب بيكون الكلينيكال كراون شورت، وده مصلحه يعني، مع الانفاجينيشن بيكون الكلينيكال كراون بتاعنا شورت، فاحنا ومصلحه. مصلحه ليه؟ ان هنا هنروح عاملين جنجيفيكتومي بليدنج بوينتس جايدد باي برومينج جيبس زي الجنجيفيكتومي اللي عملناها في الانفلاماتوري جنجيفال انلارجمنت. ادي نقطه اهو في النص، وادي نقطه ديستال، وادي نقطه اهي ميزيال، ونوصل الثلاث نقط ببعض. هتلاقوا الخط ده فوق الانفاجينيشن، فوق الانفاجينيشن، فهتلاقي الجنجيفال مارجن بتاعنا بعد ما احنا بعد ما حصل هيلينج، هتلاقي حصل كومبليت هيلينج with complete elimination لل invagination بتاعي. ده لو كان soft tissue invagination فقط. But what about لو كان soft و bony invagination؟ هنعمل برضو الـ gingivectomy بنفس الـ guidelines، بس بعدها بقى هنفتح فلاب. وإيه رأيكم الـ bony defect اللي جوه ده هنعمل فيه إيه؟ الـ bony defect ده عامل زي الحفرة، الـ bony defect ده فيه bony walls، إذا ممكن ينفع له ان انا احط بون جرافت وممبرين واقفل الفلاب بتاعي كده. انا صلحت السوفت تيشو انفاجينيشن والبوني انفاجينيشن. نيجي لاخر ايتم معانا في المحاضره بتاعتنا، وهو سم اديشنال ريكومندد بريدونتال بروسيجرز دكتور الاورثو بيحتاجها بيفور ديورينج او افتر الاورثودونتيك تريتمنت لايك ذيس كيس. الكيس دي البيشنت عايز اللي هو الدكتور الأورثو سوري عايز يقفل السبيس بين التو سنترز، فهو بس في مشكله هنا ان الفينم بياكت از ا ويدج، وهو عائق انه يقدر يقفل كويس، هو يقدر يقفل بس مش هيقفل لحد الاخر لان الفينم هيبقى بالنص موجود، فبيضطر نلجا ان احنا بنعمل نتعامل مع الفينم ده. فاحنا عشان نتعامل مع الفينم ده بنتعامل معاه بتو اوبشنز. ايه التو اوبشنز؟ الاوبشن الاولاني ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها فرينوتومي، او ان اذر ووردز بنقول فرينال ريلوكيشن، يعني نبعده عن التو سنترال، يعني بدل ما هو يبقى ماسك هنا يبقى ماسك فوق كده. ان احنا هنعمل بارشال ديسكشن لحد لما نوصل مثلا عند الميكو جنجيفال لاين، والايدج بتاع الفرينم دي هنعمل لها ستيتش ونفيكس مع البري اوستيوم اللي تحت. فكده عملنا فرينر ريلوكيشن، وكده دكتور الاورثو يقدر ايزلي يقفل السبيس. احيانا الموضوع بيعدي، للاسف في بعض الحالات بيحصل ريلابس للفرينم ويرجع مره ثانيه، عشان كده بنفضل اكتر ان احنا نعمل كومبليت اليمينيشن للفرينم، بنعمل تمام complete eradication الفرينم بتاعنا. طيب عارفين كويس ان الفرينم ده ماسك في اتنين مكانين، ماسك في الجنجبا وماسك في الايه في الليب. فطبعا في طرق كتير اعمل بيها الفرينكتومي. انا يمكن هقول لكم ابسط يعني از واحد بيجنر اول مره اشيل فرينم، دي ابسط طريقه ممكن ايه اعملها، اللي هو ايه باجي بالموسكيتو زي ما انتم شايفين، وراح ماسك الفرينم كده لحد لما اوصل الفول ديبس بتاع الفيستيبيول، وراح اقفل الايه الموسكيتو بتاعي وعامل زي المقص تمام. فهاجي بين التوس وبين الموسكيتو، وراح جايب البليد وراح اعمل بارشال ديسكشن، كده انا فصلت الفرينم عن الجنجيفا، بقى الفرينم لسه ماسك فين؟ في الليب. اجي ان بتوين الليب والفرينم وراح اعمل بارشال ديسكشن، كده الفرينم ماسك فين؟ الفول ديب بتاع بين الموسكيتو وبين اللي هو الفول ديبس بتاع الفيستيبيول، وراح اعمل بارشال ديسكشن. هتلاقي الموسكيتو يطلع معايا كده بالفرينم كده از وان بيس، كده انا اكون عملت كومبليت اليمينيشن او كومبليت اراديكيشن للفرينم بتاعه. يمكن دي اضمن طريقه اقدر اشيل بيها الفرينم كده، اطمن يعني بنسبه 200% مش 100% ان ما فيش اي فرينال فايبرز موجوده، لان ان وجدت فهي للاسف ممكن تعمل لي ريلابس للفرينم تاني وتعمل ديستربنس الدكتور الاورثو وهو شغال تمام. ده شكل هو الليب ووند، يبقى عامل زي الشجره كده، ده شكل اللي هو الجينجيفال ووند. انا عندي هنا بيكون حل من الاثنين، يا اما هعمل ستيتش للليب ووند تمام، يا اما بما ان في زي حفره هنا كده تمام، وممكن احط بيريو باك بين اللي هو الجينجيفال ووند وبين الليب ووند تاكت از ا ويدج
بالشكل ده، بحيث ان انا افصل البديهيات بتاع الجينجر. هو الفكره كلها ان الاثنين بيعملوها، يعني اللي هو لما هعمل ستيتش للليب ووند فانا بفصل البريوستيوم ده عن البريوستيوم ده، او لو حطيت بريوباك في النص فانا هفصل البريوستيوم ده عن البريوستيوم ده. هو اهم حاجه يتفصل عن بعض. ليه يتفصل عن بعض؟ عشان لو سبتهم لزقوا في بعض فهيحصل هيلينج بالمنظر ده، فهتلاقي السلكس بتاعنا شالو كده. ده ديفكت كده، بقى عندي شالو سلكس وده انا مش عايزه. طب الطريقه بتاعت الاستيتش صح، او الطريقه الثانيه بتاعت البريو باك صح، المهم ان الاثنين هيؤدوا لنفس الغرض. طبعا هنا هيحصل هيلينج باي سكندري انتنشن زي ما حضراتكم شايفين. ادي السودو ممبرين ده اللي موجود، ده هيحصل له سلافينج في الاسبوع الثاني ده، بعد اسبوع، بعد اسبوع في الاسبوع الثاني هيبقى بالشكل ده. كده حصل كومبليت اليمينيشن للفرينم مع كومبليت ايبيثاليزيشن زي ما حضراتكم شايفين. وكده انا كدكتور اورسو اقدر ايه اكمل الشغل بتاعي. اخر حاجه معانا برضو بنحتاجها، يمكن بنحتاج اللي هو بنحتاج دكتور الاورسو بيحتاج ان هو يكسبوز احيانا اللي هو الباكتالي او الليبيالي امباكتد كاناين. تمام، بس يمكن احنا لو فكرنا من ناحيه سيرجيكال صرف، يعني ان هو جاست بس هروح ايه اعمل جينجيفيكتوم كده ويندو، هروح شايل التيشو تمام، واروح بس مجرد ان انا اكسبوز اكشف الكناين بتاعي واقدر احط عليه البراكت واقدر ايه اشده تمام. بس هي المشكله في حاجه زي كده هي ايه؟ ان انا ممكن اطير جزء كتير من الكراتينايزد تيشو تمام، فهو ده ينتج ان في الاخر يبقى فيه كميه كراتينايزد تيشو فوق الكناين قليله، فهتنزل معاه طبعا. وهو ايه بعد لما عندي ما يوصل للكلوزال بليد اكتشف بقى في الاخر ان سبت له 1 ملي كراتينايز تيشو، او ممكن نلاقي ما فيش خالص بقى في الفرار ميكوزا. فانا هنا دلوقتي عرضت الكناين ده اساسا ان هو ممكن يحصل له مستقبليا ريسيشن. طيب ما انا ممكن اتجنب ده من الاول خالص، مش يعني مش لازم يعني اوصل للمرحله دي، ان انا ممكن اكسبوز اللي هو كناين بطريقه تانية، مش هعمل اكسجين ولا حاجه، بس هفتح فلاب، والفلاب بتاعي ده هيبقى ايبي اسمه ايه؟ ايبيكالي بوزيشن فلاب. فاكرين اللي احنا لسه عاملينه عشان نشد كرونس عشان نغطي بالروت؟ هو بالظبط بالملي، هو نفس الفلاب، بس بدل ما هشد كرونال هشده ايبيكال، وهثبته برضو في الوضع ايبيكال تمام. وهتلاقي بقى الكناين هينزل بالكراتينايز التيشو بتاعته بدون ما اقطع منها ملي واحد. طيب بدون كلام كتير تعالوا نشوف. هنا بارشالي امباكتد كناين وهنا فولي امباكتد، طبعا سوفت تيشو امباكشن مش هارد، يعني ما عنديش ما فيش بو. فانا هنا هعمل الفلاب بتاعي. يمكن في طبعا حضراتكم عارفين ان في فيريوس ديجريز للامباكت التناين، يعني مش شرط ان يبقى على طول هو ستاندرد بالشكل ده. انا بقول لو في هذه الحاله سوفت تيشو امباكشن بالمنظر ده مش لازم استسهل واروح شايل التيشو اللي فوق الكناين حتى لو نص الكناين باين زي ما انتم شايفين. لا، انا ممكن افتح بارشل سيكنس فلاب اللي هو الايبيكال بوزيشن فلاب، وارفع الفلاب ده ايبيكال واثبته ايبيكال، خلي الكناين ينزل بالكراتينايز التيشو وانا محافظ عليه تماما ما قطعتش منه ملي واحد. انا شغال اهو بال 15، احنا شغالين اهو بال 15 سي زي ما حضرتك شايف. بارشيال ديسكشن زي ما حضراتكم شايفين كده. خلاص مش محتاج ان انا اريليز اكتر من كده، فانا هثبت ان امور ايبيكال صح زي ما انتم شايفين.
احنا كده قفلنا في لاب خلاص يعني، كان شغل دكتور البيريو فبيقف هنا، باقي ده شغل دكتور الأورسون. هو دلوقتي هنعمل اتش بوند عشان يلزق البراكت في الكناين وكده ويثبتها مع الواير وكده خلاص يعني، هنا في ذا سيم تايم ممكن يشتغل دكتور الأورسون. هنثبت اهو بالكومبوزيت، نعمل كيورينج كده خلاص. هنسيب الفلاب يهيل اسبوع اسبوعين، وزين 2 ويكس يحصل كومبليت هيلينج، هشيل الستيتشز ونكمل القرص بتاعنا عادي جدا كده. انا ضمنت ان الكراي لما هينزل هينزل ومفيش اي مشكلة فيه. ليفت كناين بقى ده توتالي امباكت، نفس الطريقه هي هي بالظبط. انا هعمل نفس الفلاب بارشل ديسكشن زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده، وهثبته برضو ايميكال وايه وهستيتش وهثبت البراكت برضو. ثبتنا بقى الفلاب وهنعمل نفس اللي احنا عملناه في الرايت كناين بالظبط. بالشكل ده وزين 1 ويك. وتعالوا بقى نشوف الشكل فاينل بقى عشان نتاكد بقى الكلام ده صح ولا لا. اهو الكناين نزل، الكراتينايز التيشو بتاعه ما تاخرش خالص، اهو تنزل زي ما هو كأننا ما قطعناش حاجة. احنا بقينا ما قطعناش حاجة تمام، عملنا كل ده عشان نحافظ على الكراتينايز التيشو الفول كناين رايت اند ليفت. يبقى انا مش لازم استسهل على طول اروح ايه شايل، لا كل اللي انا بشيله ده فكل ملي انا بشيله فانا بعرض البيشنت المشكلة. فليه انا ممكن انا اعمل الجزء بتاعي بدون ما انا ابوظ الكراتينايز التيشو. انا افتح سيمبل الفلاب ده وراح اثبته ايبيكال واخلي الكناين ينزل عادي جدا، وهينزل بالكميه الكراتينايز التيشو اللي هي موجوده بالكامل. از كونكلوجن للمحاضره بتاعتنا، احنا يمكن من اللي هو النقط اللي هي عملنا ستريس عليها اللي هو دلوقتي ان هو لازم الاورال هايجين اوف برايم امبورتنس ديورنج الباث واي بتاع الاورثودونتيك تريتمنت. انا لازم كمان افهم البيشنت ان هو الاهتمام بالاورال هايجين بتاعته اهم اضعاف اضعاف من الاول بسبب الحاجات اللي انا بركبها هي كلها بلاك ليتنج عشان احاول تو بريفنت الانفلاماتوري جنجيفال الارج اد ماتش از اي كان. وان وجدت فانا خلاص انا بعرف انا اعالجها، ما اسيبهاش واسيبها يحصل لها بروجريشن ويتسودو بوكت يتحول الى ترو بوكت، واكتشف في الاخر بعد ما بشيل الواير الاقي السنان بتتحرك بسبب ان انا ما عالجتش الانفلاماتوري جنجيفال انلارجمنت كويس، مع ان علاجها فيري سيمبل زي ما حضراتكم شايفين، والوقت ده مش هيعمل اي ديستربنس في الاورثودونتيك تريت. بالعكس انا بعمل حاجه عشان احافظ على الاوتكم بتاع الاورثودونتيك ثيرابي تمام. مهم قوي ان هو يبقى المين تارجت بتاعي انا كدكتور اورثو ان انا استابليشنج ذا سكسس اوف ماي تريتمنت بلان ويز ذا ليست اور نو بريدونتال كومبليكيشنز على قد ما اقدر. حتى لو حصل فممكن ما يكونش يعني في طبعا بيكون بسبب اكسسيف فورس، بس لو كان ثين بون زي ما قلنا فهو ده ملوش في يعني ما ليس في ذنب على دكتور القرص والحاجه، لان البون اصلا هو ثين وكان معرض ان هو يحصل له ريزوربشن وبالتالي حصل الريسيشن، فكده ما حصلش مشكله ولا حاجه. احنا نقدر الريسيشن زي ما قلتكم شفتوا اللي هو لو كان كميه الكراتينايز تيشو اللي فوق الروت within 3 مليمترز او على الاقل يعني، يبقى نعمل كرونري ادفانسد فلاب. لو سنجل يبقى with vertical releasing incision، لو multiple ممكن اعمل
without لو اقل من 3 مللي او ما فيش خالص كراتينايزد تيشو يبقى هلجا ان انا اهارفست فري جينجيفال جرافت بالكامل. دور الدكتور الاورسو مهم جدا في حاجات بيريو احنا ما بنعرفش نعمل فيها حاجه، تمام؟ ودي من اهميه اللي هو ده يزيد اهميه اللي هو الاورثودونتكس از سبيشاليتي، ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه في الانجلر ديفكتس ان بتوين تيلت تيس، ان احنا قلنا لو حطينا بون جرافت فيها وممبرين ما هو ستيل البوكيت موجود وستيل البوكيت ده ريكارنت، لكن لو انا هعمل ابرايتنج تمام فانا هقفل السبيس همنع البوكيت وهعالج البوني ديفكت في نفس الوقت، تمام؟ ان انا اقدر اعمل جام سمايل كوركشن بريدونتال ويب وهي اساسها المشكله الفلر يعني السوكت هو اللي نازل، لا السن الكلينيكال كراون بتاعها قلنا وذين نورمال، فانا هطول اكتر من كده ايه؟ يبقى هنا الحل بتاعي في مين؟ الحل مع دكتور الاورس ان هو هيعمل يا اما ريتروجن للبروترودد تيس او انتروجن للاكسترودد تيس وذ الاورثودونتيك ميني امبلانت زي ما احنا شفنا، تمام؟ ان انا لو انا عندي كميه الكراتينايز تيشو اللي هو الفوق الفراكتشرد توس اللي انا عايز اعمل لها سيرجيكال كراون لينسنج فانا للاسف عندي كميه قليله فما ينفعش ان انا اقص من الجنجر اذروايز على اللونج ران يحصل ريسيشن. البديل الحل اللي هينقذني في الموضوع هو دكتور اورسو ان هو هيعمل بادلي اكسترودجن اباوت 4 ملم للتوس عشان نحقق اللي هو الفيرول افكت اللي هو اتليست 2 ملم ونحقق اللي هو البيولوجيك ويتس اللي هو بين الكريستال سي جي اباوت 2 ملم، تمام؟ في النهايه حابب اشكركم يعني على ساعه صدركم يعني لو طولت عليكم شويه اي هوب يعني ان انا قدرت اكنكلود البيريو اورسو انتر اكشنز اهميه البيريو ك سبيشاليتي مع كانتر اكشنز مع الاورسو ايه والعكس الصحيح وامتى بنحتاج البيريو وامتى بنحتاج الاورسو وانا شغال بيريو، تمام؟ فاينالي دي الاونلاين ريسورسز بتاعتي يا دكاتره، دي واتس بيريو اكاديمي، دي فيسبوك جروب، دي بيبقى فيها حاجات متنوعه بنعرض عليها حالات بنعرض عليها كيس ديسكشنز بنعرض عليها لو في ابكامينج اونلاين كورسز او ليكتشرز. واتس بيريو كورسز دي مش خاصه بس بالاعلان عن الكورس اللي هي اللي انا بقدمها. واتس بيريو جاليري دي خاصه بالكيسز اللي انا اللي هي دي الكيس بريزنتيشنز كلها اللي احنا بنعملها بتبقى موجوده الصور بتاعتها with full case presentation. اخر حاجه دي يمكن دي الواتس بيريو يوتيوب شانل، دي يوتيوب شانل بيكون عليها فيديوز لسيرجز احنا عملناها، تمام؟ انا متشكر ليكم جدا وهبتدي حالا ابص على الشات ومنتظر الاسئله بتاعت حضراتكم حالا دلوقتي. اللينكات على الواتس، حاضر يا دكتور احمد. طيب انا هبص على الشات حاليا الميتنج الشات، تمام؟ ارد على اسئله حضراتكم. كان في بس سؤال يمكن هقراه هو اول واحد بعد اذنكم يعني. أول سؤال بعته أحد الزملاء اللي هو أول سؤال moving a tooth through an atrophic alveolar ridge old extraction site cortical bone. البروبلم هنا إن هو محتاجين بون جرافت. السؤال بتاع الدكتور هنا هو بيسأل إيه الـ expected healing duration؟ يعني هو هنا محتاجين إن إحنا regenerate البوني ديفكت نتيجة الاتروفايد ريتش، فهو محتاج يشوف قد ايه وقت ينتظره عشان يبتدي القرص. هو ده على حسب نوع البون جرافت اللي حضرتك هتحطه، يعني بمعنى ان هو في اللي هو الريزوربشن ريت بتاع البون، يعني في ريزوربشن ريت بتاع البون ممكن بعد 3 شهور يتكون بون، بعد 6 شهور ممكن يتكون بون. 3 شهور طبعا اللي هو ذا بيست كواليتي اللي هو زي اللي هو الالو جرافت اللي هو الفريز درايد بون، بينما الزينوغرافت والالوبلاست ده بيحتاج 6 شهور عشان يتكون بون على الرحم. السؤال الثاني بتاع الدكتور بوني ديهيسنس ريليتد تو لور انسايزرز ثوتس اون اوجمنتد
كورتيكوتومي كومبايند وذ بون جرافت بيفور اورثودونتيك تريتمنت. هو المشكله احنا قلنا دي جاوبناها ان هو البوني ديهيسنس ما ينفعش ان هو يتصلح بايه؟ ببون جرافت، نظرا لمشكله الايه؟ ان ما فيش هاوسنج وما فيش بوني وولز. علاجه ان احنا هنعمل روت كفرج، وقلنا كومبنسيت البون لوس بالاتشمنت لوس، ان احنا ممكن نحط كونكتيف تيشو جرافت فتعويض الاتشمنت، فهو كفيل ان هو يعوضنا عن مشكله البون. السؤال الاخير ريسيشن ان لور انسايزرز سوفت تيشو جرافت بيفور اور افتر اورثودونتيك تريتمنت، برضه دي احنا قلناها بيفور. اخر حاجه انسايزرز ان بيشنت ويز جوفينايل بيريدونتيتس Can it be saved by periodontal treatment or extraction is better before orthodontic treatment؟ على حسب بقى كمية الاستراكشن بتاعة البون، وعلى حسب ال وعلى حسب ال وعلى حسب برضو الجريد اوف موبيليتي. يعني الجريد اوف موبيليتي هي الفيصل، مع لو جريد 1 وانجلر ديفكت نقدر نعمل ريجنريشن، ان احنا نحط بون جرافت من برين وهنستنى حوالي 3 شهور 6 شهور لحد لما نبدأ، على حسب 3 شهور او 6 شهور، دي على حسب الريزوربشن ريت زي ما احنا قلنا. تمام. طيب هبتدي بس اقرا الاسئله، معلش انا اسف بس اخرت عليكم. طيب دكتور، اول سؤال بس معايا فوق، دكتور ايمن العشماوي، احنا كنت حضرتك سألت سؤال خلال المحاضره، وانا اصلا بحدد وهي انفليمد كده؟ لا، احنا بنحدد وهي بتكون فايبرس، لازم تكون فايبرس. انت ما ينفعش تحدد هي انفليمد هيحصل لها سيريشن، نعمل كريتاج مره اتنين تلاته لحد لما تكون فايبرس ونقدر نعمل ايه؟ بيرسي. دكتور احمد رضا روت كفرج وزاوت بون كفرج. احنا قلنا قصه البون كفرج هنعوضها ازاي، يعني هنعالجها ازاي؟ البديل بتاعها ان احنا هنحط كونكتيف تيشو جرافت. دكتور احمد رضا وات از ذا تايب اوف كلاب يو بريفير؟ ايه ويز لينجوال فرينم؟ كان المشكلة أنت عندك تانج تاي يعني ولا إيه؟ بس عشان وضح يعني، عايز السؤال ده عايز توضيح شوية. How to make perioperac in clinic if we don't have ready made one؟ هو ما ينفعش إن إحنا نحضرها، لأن هي البيز بيكون زنك أوكسيد يكون جل، والكاتاليست اللي هو الإيجينول أو النون إيجينول. تمام، لازم بتبقى ريدي ميد تو بيست. بس هو في حاجه، انا لو ما عنديش فيريو باك ممكن اعمل حاجه ثانيه از يعني حاجه كده اللي هي تبروموت هيلينج، ان احنا ممكن نستخدم جينجي جيل اللي هو الهيالورونيك اسيد جيل، بدهنه على الجرافت من بره او بره. تمام، اللي هو يعني ندهنه كده مرتين في اليوم، نقول للبيشنت مرتين في اليوم ويز فور تو ويكس. تمام، in case of grade 4 adult ankyloglossia. جميل. What is the safest and easiest way to perform a tang surgery؟ جميل. هو طبعا في حالة التانج تاي احنا ممكن نعمل نفس الخطوة بالظبط اللي احنا قلناها، اللي هي ده انا بمسك اللي هو بالموسكيتو، تمام، وبفرينم وبين اللي هو الفنترال سيرفيس بتاعت التنج، وبين الفرينم وبين الفلور اوف ذا ماوس. بس هنا بقى الموضوع بيختلف ليه؟ لان هو الجزء الفنترال سيرفيس بتاع التنج ده اي هاف ان انا اللي هو لازم اعمل ستيتش للفيرتيكال انسيجنز اللي هو هيفتح بقى في التنج. بتاع الفلور اوف ذا ماوس مش مشكله، بس لا، بتاع التنج بيكون كبير وهو بطوله ده لازم يتقفل. ما ينفعش بقى هنا قصه ان احنا نحط فيريو باك زي الليبيال فرينم، لا، دي مش مستحبه هنا خالص، لازم نقفل المكان ده بستيتش. دكتور احمد ايهاب مبارك، تانج تاي اور لينجوال بابيلا مانجمنت؟ تانج تاي لسه قايله حالا دلوقتي.
لينجوال بابيلا مانجمنت من ناحية، يعني من ناحية اللي هو يعني اللي هو في الفلا يعني في الديبساليزيشن يعني ولا ايه؟ السؤال ده برضو عايز توضيح يا دكتور احمد، متشكر جدا، ربنا يخليك. ممكن اللينك دكتور احمد رضا، ممكن اللينكات على الواتس؟ حاضر، انا هبعتهم، هبعتهم على الواتس وهيبعتهم لحضراتكم. في وقت نناقش فيه حالة ولا كفاية؟ مفيش مشكلة يا دكتور أيمن. لو حابب تعرض يعني حابب تتكلم عن الحالة كده ان بريف مفيش مشكلة. فور ابرايتنج دكتور علاء فتحي، فور ابرايتنج ميزيو انجلر مولر، is it always preferred to ابرايت it is closing the space between teeth or sometimes uprighting it with opening space and do prosthesis؟ على حسب يعني، لو في الحاله زي اللي احنا شفناها دي هو قريب قوي من اللي هو التوس، تمام، هو الفكره في الابرايتنج ان هو بيعدل بيموديفاي المورفولوجي بتاع او بيموديفاي التوبوجرافي بتاعه البوني ديفكت، حول من الانجلر للهوريزونتال وترفع الليفل بتاع البون. فكره الكلوزنج السبيس فهو ده عشان نقلل الريكرنس بتاع البوكيت. لو قريب قوي المارجنال ريدج ماس اللي هو لامس المارجنال ريدج اللي هو الميزيال بتاع السيفن مع المارجنال ريدج بتاع اللي هو بتاع الفايف، تمام، اللي هو الديستل، تمام، فهم لو لامسين قوي يعني طبعا يفضل ان احنا ايه نقفل السبيس. لا بعيد شويه، ولو السبيس لو نعمل ابرايتنج بس والسبيس تسمح ان احنا نحط بروسيزس ان انا وات ايفر هيعمل امبلانت او ايا كان مفيش مشكله، لكن لو لامسين بعض لا يفضل ان هو نعمل ابرايتنج ويز سبيس كلوجر مع بعض الاثنين. لينجوال فرينا، ما هو هو يعني اللي هو التانج تاي، اللي هو احنا اتكلمنا في حته التانج تاي اللي هو ان احنا نمانج ازاي، الا لو حضرتك عايز تسال حاجه تاني على التانج تاي. تانج تاي تاني مره اخيره اللي هو المانجمنت بتاعته، اللي هو ان احنا لازم تدسكت ان بتوين الفرينم والبنترال سيرفيس وان بتوين الفرينم والفرور اوف ذا ماوث، وهنا بقى الاكسبشن لا لازم يتعمل ستيتش للوند اللي في الفنترال سيرفيس، ما ينفعش نحط بيريو باك تحت اللسان خالص، ده ممنوع لان ده مش هيقفل كده. طبعا مهم قوي ان انا اعمل كده لان طبعا انتوا عارفين التانك بيكون هايلي فاسكولار اورجن فلازم يتقفل كويس جدا. دكتور ايمن الحاله اللي انت عارضها دي، المشكلة معاك إن الصورة، بس عايز أحاول أقربها شوية. عاملة قرص من سنتين وكان معاها سيفالو، طيب هكمل بس سؤال الدكتور علاء بخصوص السبيس كلوجر وهرجع لك تاني يا دكتور ايمن. انا فتحت الصوره اهي، الفاكتورز اللي هي مترد اللي هو زي احنا زي ما احنا قلنا سيمبلي ان هو لو اساسا في سبيس، تمام، يعني هو انا عمال هي في تيلتنج وستيل في سبيس بين الفايف وبين السيفن، فانا جست هعمل ابرايتنج فقط، تمام، والسبيس ده هروح اعمل بقى فيه بروسيزس ان انا ممكن اعمل بريدج، اعمل حط امبلانت في المكان ده. لكن لو الاثنين الكراون بتاع 7 لامس الكراون بتاع الفايف خلاص لا، يبقى انا هنا هعمل اللي هو يفضل يعني اللي هو ان انا اعمل ابرايتنج ويز سبيس كلوجر. ندى عطيه،
هو الأفضل في التانج بتاعي طبعا الأحسن، يعني طبعا اللي هو نظرا لأن المكان هايلي واسكولر وعشان البليدنج وكده، طبعا الليزر بيتر بروجنوز طبعا الليزر. طيب بص يا دكتور أيمن، يعني هتعبك بس في حاجة، يعني يا ريت تبعت لي السفالو دي، لو تبعتها لي كده على الواتس هما هيبعتوها لي، أو وفي حاجة تانية لو في كومبين يا ريت أشوفه، عشان بس أقول لك بالظبط نعمل إيه في الحالة دي. انا عايز برضو اشوف الليفل بتاع هل حصل كومبليت لوس للليبيال بليت وجون ولا لا. ابعت لي بس السيفال وابعت لي الكومبيم وهقول لك حاضر بالظبط نعمل فيها ايه. دكتور احمد رضا، what is the ideal age to do and ideal age؟ حضرتك تقصد البليت يعني ولا الايدج؟ معلش وضح لي الحته دي شويه. لا عفوا يا دكتور علاء، تحت امرك، اتمنى اكون قدرت ارد عليك. طيب بص يا دكتور ايمن، هتعبك بس اطلب كومبي من الحاله دي يا ريت، معلش، وتبعت لي برضه السيفالو بتاعتك تمام على الواتس، وهقول لك بالظبط هنعمل ايه في الحالة دي. كده I think في age لا هو ما فيش age معين، عادي ما فيش اي مشكلة. هو البيشنت يعني لو ان ساعات التانج تريدر ممكن بنلاقيه في young age، يعني كان أطفال صغيرين جدا أقل من سنة وكده، بس يعني ما لا يعني مش قبل سنة إن أنت هتشتغل له، يعني عشان بس إيه يكون أفضل، يعني يقدر يشتغل يقعد معاك على الكرسي وكده يعني، أو في حالة زي كده ممكن نعمل جي إيه تمام، لو الموضوع عامل مشكلة أو يعني على حسب الديجري بتاعت التانج تايم. لو ادفانسد ديجري وعامل مشكله في النطق والكلام ده كله، لا احنا كده محتاجين ان احنا نعملها اندر جي اي. بس اني واي يعني يفضل انه انت مش قبل ما البيشنت كده يكمل سنه كده عشان ايه نقدر نشتغل. سليمان سؤال بيقول generalized bone loss and orthodontic treatment precautions. generalized bone loss and orthodontic treatment precautions. طيب انت حضرتك بتسأل ان هو بخصوص ان هو لو انا حالة عندي reduced periodontium، يعني انا في bone loss عندي موجود وانا عايز اعمل قرص، فايه هي البريكوشنز، ولا يعني انا كده فاهم السؤال صح؟ دكتور احمد ايهاب، ممكن رقم حضرتك او اسم صفحه حضرتك يا دكتور؟ انا اسم يعني اللي هو الفيس بتاعي زي ما هكتبه لك كده باسم مينا سعد، برضو تقدر حضرتك تتواصل عليا بيه، ابعت لي حتى على الماسنجر وانا ارد على حضرتك. نكتبه تاني ده بس اللي انا هبعتها على الواتس دي، تعتبر البيجز دي كلها بتاعتي. تمام يا دكتور محمد. بص هو اهم حاجه ان انت لما تبص على الاكس راي evaluate الكيس من ناحية type والديجري والديستريبيوشن بتاع البون لوس والجريد اوف موبيليتي بتاعت الطفل. كل الحاجات دي انت بترتب عليها هتعمل قرص ولا مش هتعمل اصلا، او في حاجات هتعملها قبل القرص ولا لا. type of the bone loss، لو كان horizontal bone loss فاذا انت مش لازم تعرف سبب البون لوس وتوقفه، يعني لو هو periodontal disease يبقى لازم نعمل سكيلينج ونعمل كريتاج كويس جدا تمام،
ولو في اي سيستميك فاكتورز بتسبب بون لوس لازم نعرفها. عشان كده بنطلب ساعات تحاليل انفستيجيشنز، لاب انفستيجيشنز زي تي 3 تي 4 تي تي اتش والاتش بي اي 1 سي، ولو في بي مشكله في دول فاحنا لازم نظبطها، ان دول بيساعدوا على البون ريزوربشن. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انجلر بون لوس حلو قوي كويس، يبقى انا دلوقتي عندي ميزه حلوه عن الهوريزونتال، ان انت تقدر تجنريت البون هنا. تمام، ان احنا نعمل جي تي ار جايد تيشو جنريشن، نفتح في اللاب ونحط بون جرافت وممبرين ونستنى البون، هو ده هيصب في صالح القرص اللي انت هتعمله، يعني ده فور بيتر بروجنوزس لايه ليه في القرص. تمام، فيفضل طبعا ان انا اعمل جنريشن للبون. الجريد اوف موبيليتي بقى ايا كان بقى، هوريزونتال بون لوس او انجلر بون لوس، جريد 1 اوكي، يعني لو جريد 1 هتمشي بالسكه اللي احنا قلنا عليها. تمام، طبعا الانفستيجيشنز دي من الاول دي انت بتطلبها سواء في انجلر او هوريزونتال، لو في انفستيجيشن دي مش مظبوطه لازم ايه بتوقف. تمام، لازم هو يعالجها. هوريزونتال بون لوس نكنترول يقف، يقف يعني على كده، ان انا ما اقدرش اعمل ريجنريشن عشان ما فيهوش البوني ديفكت، ما فيهوش خاصيه الهاوسنج ولا في بوني بولز. الانجلر زي ما احنا قلنا، طيب نفترض ان هو انجلر وحلو وزي الفل وجميل، بس للاسف جريد 2 موبيليتي، ده للاسف الشديد ده لا صعب قوي ان انا اعمل قرص في حاله بالمنظر ده، كميه ديستراكشن كبيره. تمام، فهنا it is indicated for extraction. لو جريد 1 او زيرو موبيليتي لا، انا اقدر اعمل جنريشن للبون في المكان ده، وبعد كده بعد ما اخلص الجنريتيف سيرجري اقدر اخش على الرز. فبقى عشان كده ما تتلخبطش، اشوف اللاب انفستيجيشنز اولا، اشوف نوع البون لوس، لو انجلر هعمل، لو اشوف الجريد اوف موبيليتي، جريد اوف موبيليتي زيرو او جريد 1 موبيليتي وفي انجلر ديفكت احط بون جرافت وممبرين واستنى. جريد اوف موبيليتي زيرو او واحد تمام، وهوريزونتال بون لوس اكونترول البون لوس بتاعي. تمام، ثرو الكريتاج بيريودك كل 3 6 شهور وابتدي القرص بتاعي عادي. حاضر، انا اللينكات مش هنساهم، انا بعد ما يخلص الميتنج هبعت اللينكات على الواتس على طول، هبعتها لحضراتكم كده على الواتس. تمام، و حالا على طول بعد ما اخلص. العفو يا دكتور محمد، تحت امرك. في اي اسئله ثانيه يا دكاتره؟ في اي حد حابب يسال اي سؤال ثاني يا دكاتره؟